مستمعين ديالنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج ديالكم على الهواء. قبل ما نبدأ البرنامج ديالنا غادي نقول لكم هذا الكلام يقدر يموتيفيكم. الحياة ديالنا مجرد إستوار، كتبدا نهار كنزادو وكتسالي نهار كنموتو. قانون قاسي ولكن هادي الحقيقة وما من نهرب. كاين اللي الإستوار ديالو قصيرة وكتسالي دغيا، وكاين اللي كيعيش جميع الفصول ديالها حتى كيشب الرأس. السنوات اللي كنعيشوها هما الصفحات، في دوك الصفحات فين كيتكتبوا الاحداث اللي كندوزوها. حتى واحد ما عارف النهايه كيفاش غادي تكون، حتى واحد ما عارف شحال غادي تكون عنده من صفحه. وهادشي كيخلق سسبانس وتساؤلات مع الدماغ ديالك، غير هو باش ما تبقاش مرات تفكر في هاد السؤال هذا. كيجي النسيان وكيلعب دور مهم بزاف، كيلعب دور الطبيب اللي كيداوي الجراح ويطيب القلوب في كل مصيبة كندوزو منها. الاستوار ديال الباركور ديال الحياة مكتوب عليها تكمل كيف ما كان وباش ما كان، والقرار في النهاية كيرجع عليك انت وبين يديك، واش تخليها متورخة ولا العكس. ومادام هادشي واقع ما منه هروب، علاش ما نخليوهاش متورخة؟ راه حتى حاجة في هاد الحياة ما كتستاهل، حتى حاجة ما كتستاهل، حتى من استوار كدوي عليها الهضرة ديال المسلسلات. ولي نفترض هادشي بصح، وانا في عمري دابا 27 عام كنعتبر حياتي سالات. نهار خرجت من الدار، نهار خرجت بالدموع، نهار بت اول ليلة في الزنقة وتا واحد ما دار مجهود يقلب عليا. 4 سنين كنعس في الخلاوات، العشير الطوبات والمجاحم والمشاش، هما بعد احسن مني مزغبين كما كيحسوا بالبرد. الاستوار ديالي سالات قبل ما تبدا. شحال صعيبة تمثل انك هارب لك الفريخ، تمثل انك مسطم في روح. هادشي كامل غير باش تشوف الحنانة في قلوب الناس وحنوا فيك. شحال صعيبة تعيش بوهالي في عين بنادم غير باش يعطوك شبر ديال التيقار. صعيبة ياك، ايوا راه هكدا كانوا الاحداث في حياتي. الاستوار ديالي كما خلاها تخونا في الراديو. اي للاسف لبست ثوب ديال الميكروب والقناع ديال المجرم وانا باقي صغير. جاتني المراهقه صعيبه وما لقيتش الاحتواء، ما لقيتش اللي يشد بيديا واللي ينصحني واللي يتغاضى الاخطاء ديالي ويقول لي ما كاين باس. عطيت العنف وجاوبوني به تمتم. الظروف، الحي، البيئه، محيط، العائله، الصحاب، كلشي كان ضدي. هادشي كامل كان كافي اللي خرج مني أسوأ نسخه. الفتره بين 17 عام حتى 21 عام صراحه ما عرفتش كاع كيفاش دازت. كانت هذيك الفتره الاصعب في حياتي كامله، واللي خسرت فيها شي حاجه سميتها كريم. بالمناسبه كريم هي سميتي. بغيت نعطيكم في بدايه الاستوار نبذه صغيره على الحياه ديالي، على داكشي اللي كنعيش. باش من البداية تقرروا تعيشوا معايا الاستوار ولا لا. المهم انا راه ديما مصمك الدماغ سوا بسيليسيون ولا دوليو. جاتكم ريحة قاصحة ديروا راسكم ما شميتوهاش ولا تعجبي تبلا ميمي جيشي. صبري انا غادي نمشي نبوهر دابا، وصبري ولا عاوتاني ما تعصبينيش، انا غادي نمشي نبوهر ونجيب لبنتي ما تاكل وصافي. ميمي ميمي واحد مشا مسكينه يلاه ولدات. واخا يكون فيا المود ديال الجوع ديما كنسبق هي الاولى. دابا تسعود غادي نمشي عند مول صوصيص ندبر شي خبيزه يعمر ليا واخا غب الدواس. بقى فيا غاد الراديو مسكين، كيفاش غادي ندوز دابا الليل بلا بيه؟ وها باقي مازال يخدم. يالله وسكت في مره كاع. هادشي كامل سبب خونا في الله كيقول لك حياه استوار. اذا كان بصح كلامه صح، فراق السي غادي تكون احزن استوار. بعد مرات كنبقى نسول راسي واش حتى للدرجه انا خيب. يلوحوني والدي الزنقه، يشدوا معايا الضد والزكير وانا الله عندي 18 عام.
الحياة كلها كذوب ونفاق. ها اختي اشوف الا كان كيبغيك راه غادي يجي خطبك من داركم، قال غادي يبقى يضرب بك العدو الريفي اختي، والحكومة والملك. عاش الملك. اش كتسناو مني نقول؟ ضروري مرة كندير فيه بيل، كنبقى نطوق بحال هكا زعما راه هارب ليا. هكا ولفت بنادم هنايا، ولفت مات البلان هذا باش يعرفوني بلي انا حمق، باش يعطوني اتساع، ماشي غير جيت وقررت ندير بحال هكا. فواك راه عانيت بزاف الزنقة، عانيت بزاف الاول، ما حيلتي الناس اللي ساكن قراب من الجرداء ولا من الشفارة ولا الشماكرية اللي كيبغيو يديو لك ديالك. ولكن ملي كيعرفك بنادم حمق بوهالي باغ فوا كيهنو فيك، بحال داك خونا في الله اللي كيدير كلشي اجرام شراب، يدير اي حاجة خايبة. ولكن ملي كيسمع الاذان كيسكت الموسيقى، بحال هاد البلان كيوقع ليهم ملي كيشوفوني انايا. ضروري من الذكاء العاطفي هو باش انا عايش دابا وترونكيل. فداك القنت فين كان بات انايا حتى من مالي الوقت ولاو كيعرفوني فيه، بيعة وشراية ومالي المحلات، داكشي راه صراحة ما كنلقى معاهم مشاكل، مرة كيتعاملوا معايا كيدبروا ليا. واللي عجبني في هاد البلان كامل ديال انني مسطي هو نهار شي واحد كيحقدني ديال بصح كنشدو كنعطي قتلة ديال العصا، في الاخر ما كيصور مني والو. وشنو غادي يصور الواحد من مسطي؟ انا عارف باقي داركم راسكم كتقولوا مع راسكم كيفاش خرجتي الزنقة، كيفاش كتعيش بحال هكا، وزيد وزيد. وانا غادي في الطريق نيت عند مول السوسيس، غادي نستغل الفرصة وغادي نعاود لكم باختصار الاستوار ديالي. انا كبرت وسط عائلة ميسورة، الوالد ديالي معروف بالحاج العماري، عنده محل كبير بزاف ديال البياس ديال الطوموبيلات في عين الشق. بزاديت انا الاخر، انا اخر العنقود، لقيت كلشي قدامي مسوقر، لقيت الدلع من كلشي، كلشي كان كيبغيني بزاف وكلشي كان كيشبع فيا بوسان. نورمال حيت كان كلشي كبر وكلشي متعطش للدري الصغير في العائلة، كنت كنلقى معاملة زوينة من الصغير والكبير اللي كان بغاك تلقى حدايا. برغم انو الدار ديالنا كانت في عين الشق ودارين بينا بزاف ديال الاحياء الشعبية، وخا هكاك الوالد ربى ديجا خوتي الاداب والصواب والاحترام، وفعلا خوتي كبروا نسخة منو وكيديروا داكشي اللي كيدير وكيطبقوا بالحرف الواحد. ولكن انا خرج لي من الجلب، نورمال التربية اللي تربوا بها خوتي ماشي هي اللي تربيت بها انايا. داكشي علاش كبرت بثقة في نفس كبيرة بزاف، ندير الغلط وكاع منهز لي الهم كاع. عاد زيد ما كنتش كندخل الدار، كنبقى غير دايع في الزنقة حكم انا والوالد كان مشغول بزافير يجمع في اللعاقة. كنت كنبقى بوحدي مع الوالدة وكانت كتخليني نخرج زعما نلعب ونتلاقى مع الدراري. كبرت بسيستم مغاير، ندير اللي بغيت. ونهار وصلت 17 عام عاد والد ديالي فاق وبغى يربيني بالعصا كيف ما دار مع خوتي في الماضي، شي الصراحة اللي ما تقبلتوش وما استوعبتوش وكاع ما كبرت فيه كاع. وعمرني شفت والد ولا الوالدة ولا واحد من خوتي هزين يديهم عليا من الصغر. طوال السنوات كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، يعني جاتني بيزار كيفاش متقبل هادشي. وبحكم انني كنت في المراهقة وفي الطب ديالها داك الوقت، اعتبرت هادشي مساس بالرجولة ديالي، وخا انا باقي بجغوط في عيني ام. برغم ذلك ما كنش كنقدر ندير والو، العنف اللي كنت عرض ليه في الدار كنت كنفجره في الزنقة، وكل ما كتجي التبرية كل ما كيتزاد العنف، كل ما كناكل العصا كل ما كتزاد القباحة، وكأنني كنت كنتاقم منهم بهادشي. في داك العام نيت جربت نكمي مع واحد الدراري مكاريب كانوا كيقراو معانا في الثانوية، بحال كنت باغي نقنع نفسي بلي انا خلاص وليت راجل، حتى واحد ما عندو الحق انه يتوشيني ولا يهديني. وشكون غادي يفهم بلي انا في ديك الفترة كاع ما كنتش محتاج للعنف كاع، كنت محتاج للحب اهتمام واللي يكون معايا في جنبي. بين ما دزت من ديك الفترة ديال المراهقة، نهار وصلت الخبر للوالد بلي انا راه كنكمي، علقني من رجليه وبدا كيضربني بالكابلي، كلشي خلطني في الدار، حتى من الحنانة دارت يديها وكأنني ارتكبت جريمة.
ديك الليله عيني قامت حبسو كاع بالدموع، ومن داك الوقت وليت كنرد عليهم كلامو، كنتناقش معاهم، وخا كناكل قتله ديال العصا ما كنخليش داكشي اللي دارني في خاطري، كنبقى غير كندوي وكندوي. فجأة ولاو كيعتبروني الكدار ديال الدار، النقطه السوداء اللي وسخات لهم اللوحه ديالهم، حبسوا عليا الفلوس واللباس والسفر وبزاف ديال الحوايج، ونخلوني في الدار. كانوا كيظنوا بلي يمكن هذا هو الصواب، وبهكا غادي نتقاد ونرجع كيف ما كنت، وكل العكس اللي وقع. راسي كان قاصح، وانا عاد ما كنت كنزيد نعواش. فالله جات 18 عام كنت ناقش مع واحد الدراري، قفوا لي قدام باب الليسيو طاولوني كاملين. كان هذاك العام الثاني ديالي في باكالوريا، شدوني قدام باب عطاوني قتله ديال العصا، ملقيتش حل اخر من غير انني دبرت في موصو. وقفت على خونا فلان اللي جبت معاه الصداع النهار الاول، ضربتو ديك العضب موصو مشى ديك العربية. ما كاملاش 12 ساعة دوني البوليس كوميسارية. الوالد ديالي فصل عليا بالفلوس خوفا من الشوهة. كل ما كنت كنكبر كنزيد نقصاح، كل ما صوتي كيهرعش كل ما المصائب كتكثر. كنت في متاهة، حتى واحد ما كان قادر يخرجني منها. والقارة ونقصت الحشيش من وراء الفانيد، خرجت من القراية وبقيت غير مشومر في الدار. خوتي الكبار مني الأغلبية كانوا خدامين في المحل ديال الوالد، كلهم بطومبيلات ديالهم قاضي الغراض بلي زابارتومون ديالهم. كانوا كيتعاملوا معايا معاملة خايبة بزاف، اللي داس خاصو يلوح لي شي كلمة مشي تلهيه، وكأنهم قطعوا الواد والفرج ليهم. برغم ذلك كنت كنحاول نتفاداهم. حتى لواحد الليلة الخوة ديال الكبير حكى عليا مزيان، كنت جالس في الدرب مع واحد عشرانو، كنا مفوشين ديال بصح كاملين بلاصة ديك لحظة الطوموبيل، وقال لي اش كريم اش جاتك الشمكارة اجي واش تمعيشيش انت منين صلت علينا منين اصاحبي انت متسوقت ليه كاع. بقيت جالس وحد راسي ومتوقعتش رد الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. قربت ديك لحظة من حدايا بدون مقدمات هو يشتف لي على وجهي وقال لي تما الحمار تاع بوك مالك واش غادي تغلبنا ولا مالك واش حسيتي بجنابك ولا مالك. بقيت حاضر راسي هو كيضرب، دخلوا غير الدراري ولا الدرب، ولكن ديك الساعه كنت انا صافي، مابقيتش قادر نتحكم في راسي. وقفت ديك لحظه وتهريت، لا قام مشيت قصدت كوزينه، مشيت قصدت واحد الدري عشيري كان معانا تمايا، ولد الدرب وكيبراكي ديما. قال لي لا كريم، دفعتو ديك لحظه وحيت لي 17 مورا ظهرو. الخوات ديال الكبير كيسحاب لي غادي نزري بيها، قربت ديك لحظه من حدا وصرفقتو بيها. والدة ديك لحظة جرات مع الفيلم من الفوق، بدات كتغوت، تبعتها خالتي واحد جلاخة وهي تبلبل في الدرب. الخوات ديال بقا مصدوم فيا، ترونات ديال بصح ديك الليلة، لدرجة كلشي تصدم فيا، متفارت غير بمالي الوقت. داوني من تما وانا في الطريق، كنت كتمنى حاجة وحدة، نمشي للحبس نيشان. كنت باغي نهرب، كنت باغي نهرب من داك الجو اللي كنعيش فيه، ديك المعاناة اللي ولات مسيطرة ليا الدماغ ديالي. بقيت تقريبا شي 4 سوايع في الكوميسارية، وكيف العادة خرجني الوالد من تما، ماشي حبا فيا ولا خوفا عليا ولا لا، ولكن حيت الناس غادي يبقاو يدويو الحاج العمراني مسيفط ولدو للحبس ما يمكنش. من بعد 3 ايام على داكشي اللي وقع، الوالد صدمني من اللي جرى عليا من الدار، وقال لي اسمع انا داري كيبا تشوف فيها الرجال ماشي شماكريه، وانت ما بقيتيش دري صغير سير قلب على راسك. بقيت كنشوف فيه والصراحة كاع مكنت مصدوم كاع، كنت متوقع يجي شي واحد النهار. داكشي علاش درت ليهم قد راسهم. خرجت للزنقة من سوء الحظ ديالي في شهر 11، كان ديك الساعة البرد والشتا والرعد، الدواء مرونة، عشراني كانوا غير مكحطين، وتا واحد فيهم مخلاني نبات معاه في الدار. دوز تقريبا سيمانة وانا كنبات غير في الزنقة، حتى دخلوا جيرانو دو مع الوالدة والوالد ورجعوني للدار. بقات حياتي بحال هكاك، البلياء والدروكا، وتا واحد ما بقى مسوق ليا، كلشي ولا عايش حياتو نورمال، وتا واحد ما كان
هزي الهم. كلهم اللي عاطيني النخال في الدار. فالله شي 23 عام غادي يوقع واحد البلان اللي غادي يكون خايب بزاف. وبسبب ونيسة غادي نخرج للزنقة. وهاد مرة للأبد. بسبب ونيسة غادي تسدو في وجه البيبان. هادشي وقع بسبب واحد البنت كنت كنعرفها اللي كنا باقي صغار براها كنقراو في الرابع. ما كانت كتشوفني ديما معاها وكان عاجب الحال. ويمكن كانت كتقول لها تفرطيش فيه ولد الحاج عمراني وشكون ما يعرفوش مصوبي في ذاك الكروة. تعاشرت مع ديك البنت وصراحة كانت كتعجبني بزاف. كنت كنشوف فيها الضوء وسط الظلمة اللي كنت كنعيش. ولكن الخطة ما مشاتش كيف ما كنت متخيلة. كنتو ما عارفين مورا 17 عام كيف وليت. برغم ذلك بقيت متشبش بيها و كنخرج انا وياها كنتلاقاو كنحاول نقي راسي و كنقول يمكن هادشي غيدوز و غادي ندير عقل نبر في خديمة و نتزوج بيها و نعيش فيها شي نورمال بعيدة على التريكة ديالي. المشاكل بداو ملي جرى عليا الوالد من الدار المرة الأولى. من ذاك الوقت البنت تبدلات بزاف وليت كنحس بكلامها بحالها ما باغانيش بحالها كتصدر فيا. وحتى التصرفات ديالها ما بقاوش كيف ما كانوا. وهاد الصيف عاتها قلبات عليا وجهها مزيان. كنسول فيها كيقول لي مسافرة. كنصوني في التليفون ديالها كنلقاها مكيجاوبش طافي. كنسول كيقول لي بلي راه مهرس لها 3 شهور هادي. دازت تقريبا 3 شهور وهي غابرة. رجعت للدرب بحالها ما كتعرفنيش. لبساتني بمقلوب. جمعات وطوات بحالها مرنا تلاقينا مرنا خرجنا. كاع دوك الميموريز اللي بيني وبينها مسحاتهم. دوست البلان هذا بجغيمة ديال الماء وقلت نورمال اي وحدين كيتفارقوا. ولكن ما قدرتش ندوز هي الليله اللي سمعتها. العونيات محيحات في قلب دارهم. وصلتني الخبر روطار باللي هذيك الخطوبه ديالها. تمتم عاد جريت مع الفيلم وقلت يمكن ختنا في الله دارت لي ضريبه. كنت حاقد ديال بصح. واللي زاد حقدني هو الخطوبة ديالها كانت مع واحد خونا خدام في البنكة. مازال عاقل ديك الليلة كنت بحال الحمق. حيت سبق لي واحد الليلة شفتها واقفة معاه ملي سولتها قالت لي غير بغيت نحل واحد كونت في البنك. وانا تقبلت داكشي عادي. كنت حاسس ديك الليلة بلي غادي ندير شي مصيبة. كنت كنترعد وحاقد ديال بصح. وكنت خايف لندير شي حاجة صراحة اللي ندم عليها. داكشي علاش كنت باغي نكالمي راسي. ضربت جوان باش نتهدن و رادفت ورا جوج ديال الحبات. صدقت مفيق داك الوحش اللي فيا لداخل. الوقت اللي كانوا العونيات ناشطات كيغنيو والبنات والعيالات اللي كانوا تما كيشطحو. طلعت عليهم من الدار بجنوية وقرعة ديال المقاطع. وحيت العيالات على سبة بحال دخلت زريبة ديال البيبي. كلهم كيغوتو في دقة وحدة. كلشي كيجري هربان كلشي كيغوت. هالي سخفانة هالي كترعد هالي شادة في قلبها. جوج ديال الدقايق وليت كنقول صافي نحيد من هنايا بناقص كاع لي وليو ميتي ليا كاملين. خرجت من الدار ولكن الخبار دار بوم. ولد الحاج العماري تهجم العيالات في قلب الدار. وحيت غير مع الرجال ديال الحومة اللي مراتو كانت في ديك الدار مشا ديك العربية تبان بلا دير بصح في الدرب. حتى دوك العونيات هما عمرو ليا. كنت عارف بلي هاد المرة هادي ما فيها شك غادي نزور القبة وبلي الوالد كاع ما غادي ينفهني كاع. داكشي علاش كاع ما درتش بالدار كاع. وبقيت كنبات غير في الزنقة. من بعد 5 ايام وصلتني الخبر بلي مود الدرية قنعات كلشي باش يتنازلو ليا من بعد ما دوا معاهم الوالد. داك الوقت قلت مع راسي صافي غادي نجمع راسي بركة من المشاكل والصداع. خصوصا من بعد ما تخلات علي البنت اللي كنبغيها بزاف. مادام هي فكرت في المستقبل ديالها وفكرت في راسها. داكشي علاش فكرت نبدا صفحة جديدة ونسى داكشي كامل اللي داس. مشيت للدار على اساس انه نتلاقى مع والديا ونطلب منهم الاعتذار ونحاول نجمع راسي. وصلت قدام باب الدار صونيت والصدمة هي طلعت علي الوالدة. كنت كنتسنى تقول لي مرحبا ولدي كدا. ولكن صدماتني ملي طلعت علي من الفوق وقالت لي اش جاي دير هنايا. اش جاي دير واش ما كفاتك الشوهه اللي درتي لينا سير عطيني التيسع. بقيت كنشوف فيهم صدوم
شدي الوليدة ولا هكا تخيل ليا. ذاك الوقت وقف واحد من خوتي بالطوموبيل وكان باغي يجي ليا، جاب الله وقفو غير الجيران. الوالدة ديك لحظة راحت لي الصاك ديال الحوايج ديالي من الفوق، قرب ديك لحظة محداه هزيتو والجيران كلهم كيشوفو فيه، داك الصغار العيالات يا ما تسطات ليا كاع. اول مرة نحس بحال هكاك، درت الصاك ديك لحظة في كتافي وتميت غادي. وبحال هذاك الوقت عاد وعيت بهادشي كامل كان كيوقع طوال السنوات، وبحال الفعول ديال المراهقة سهلة ولكن كان فات الفوت. تميت غادي وحسيت بالحكرة والدموع بداو كينزلو. بدات تقريبا يومين وانا كنبات غير في واحد الجردة كانت قريبة لينا، كل نهار كيدوز كنقول دابا غادي توقف الوالدة عليا، طلب مني السماحة وتقول لي ارجع للدار. وحتى انا غادي نبوس لها راسها ونقول لها سمح لي بزاف اميمتي، طلب مني السماحة يا والوالد وخوتي، ولكن والو. داس من بعد تقريبا جوج سيمانات وتواهت فيهم ما دار فيه شي. دوك جوج سيمانات كانوا كافيين انه نتبهدل تولي حالتي، تبهدل تبهديلة ديال الكلاب، وكل ما كنت كنتبهدل كنت كنزيد نحقد. من بعد 3 شهور عييت بزاف، ومرات كثيرة كنقول مع راسي صافي غادي نمشي ندق في الباب الدار ونطلب منهم السماحة صافي طيح كواريا، ولكن ما كنتش كنقدر. كنت عارف العقلية ديال الوالد كثيرة، وباللي حاليا كيقول مع راسو خليه يتبهدل مزيان باش يعرف قيمته الحياة اللي كنت موفر ليه، خليه مزيان يدوز بحال هكاك باش يهبط الراس. دوزت معاناة ديال بصح، كنت غير كنبراكي بعد مرات باش ندبر من ناكل. واحد العشية وقفت على واحد بنته كنت عارف لي با كوميسير، ديت لها ديالو واحد الدري قال لي راه با كوميسير وقبيح بزاف. مشيت عند دار ديت لها الصاك ديالها، برام ديالك اختنا في الله قالتها لي، وبا حرك جيش من مالي الوقت كيقلبوا لي داك السيكتور كامل. كوان كنت كنعس فيه مرتاح، صق دايره لي كروه حمرا. مشيت ديك اللحظه بعدت بزاف لواحد كوان بعيد بزاف على الحومه، قلت مع راسي غادي نرتاح شويه، لقيت راسي غارق في المشاكل، واحد غير مع الشماكريه والمكاريب ديال الدروبه اللي تمايا، مع حوايجي موسخين ومبهدلين. خوتنا في الله كيشوفوني بحال كيشوفو شي مشحوم، كلشي كياز الحجر كيبدا يشير. رساتني الايام وسخ قلت الناس والماكله، ملامح ديالي بداو كيتبدلو نهار على نهار، وليت بحال شي بوهالي باغي نتبوق وما عنديش فلوس، باغي نسكر وما عنديش. ولقيت راسي غارق بين الدولي والسيليسيون، كنت مكل بزاف. رغم ذلك كنبقى نفكر في هادشي كامل اللي وقع، وكل ما كنفكر كل ما كنزيد في الهدوس. حتى واحد الليله غير حفظني الله طاحت باوفر دوز، وكنت وجع بوادي والارض وما كانت تشوات في ذاك الخلا، والشتا كتصب من الفوق، يعني اللي كتصب الشتا واحد ما كيبقى يدور في الزنقه. بقيت كنتوجع في الارض وكنغوت، شافوني غير شي عيالات من شراجم الدور ديالهم اللي كانوا اونفاس مع الجرده، حنوا فيا وجابوا لي من ناكل. وحيت كانت شاده فيا مزيان تبويقه، كنت كندخل وكنخرج في الهضره. داكشي علاش كنصحاب لهم بلي انا راني حمق، بقيت في ذاك الكونت مده طويله بزاف، وانا فعلا ندير راسي حمق باش ما يبقى يقرب لي شي واحد. وحيت كنت مره كنبقى ندوي بوحدي، دخلت في هلوسه عيشتني وسواس بلي يمكن هادشي اللي كندوز فيه انا راه كيتسمى الحماق، ويمكن بدايات ديالو. من بعد 7 شهور ما غاديش نقدر نوصف لكم حياتي كيفاش ولات، ويمكن غادي تكونوا دابا تخيلتوها مع راسكم كيفاش كانت. الشعر مشاكك، اللحية سوفاج والحويج كحلين بالوسخ، والريحة حدت ولا حرش. واحد الصباح كنت مخشيف واحد القنت تحت واحد الشجرة، واحد الموش كان معنقني مسخني، حتى سمعت شي وحدين كيدويو حدايا وكانوا غاديين وكيقربوا ليا. داك الوقت سمعت كريم، صوت جامي غادي نقدر ننساه، صوت ديال الوالدة. هزيت راسي فيها بسرعة، جاب لي الله بحالها انا في الدار نيتو، وهي عيطات دابا كيف ما كانت مولفاني في الصور باش نمشي للمدرسة ولا نوض ناكل.
بقيت كنشوف فيها وقالت لي نوض ولدي نوض نوض حيد من هنايا. كانوا مع خوشي، اما الوالد بقى جالس في الطوموبيل ما راضيش. بقيت كنشوف فيها وقلت لها شكونتي؟ بقيت كتشوف خوتي ومستغربه وقالوا لي شي رجال كانوا تمايا، الدري راه حماق مسكين، فين كتعرفو نتوما؟ كنت حابس الدموع في عينيا. الخو هذا ديك لحظه جاب لي تمام ملي قال لي راه كان كيسكن حدانا وبغينا غير نديرو فيه خير نحيدو من هنايا، اما حنا صراحه ما كنعرفوش مزيان. سمعت هكا وبقيت كنشوف فيهم. داك الوقت الدموع بداو كينزلو بلا استئذان وكاع ما كنت قادر نحبسهم. تخشيت ديك لحظه بلاصتي ملي مشاو في حالاتهم، حنت كي ملاصق مع التراب ديال الارض، عيني محلولين والدموع نازلين. من بعد 3 ايام التريكه ديالي يمكن جاهم تأنيب الضمير، مشاو نيت السبيطار ديال الحماق، عطاوهم المعلومات ديالي وخاصو عليا العلاج. بغيت نقول خاصو عليا المعاناه، حيت اصلا انا محمق ما والو. الوالده كون غير زعما ديك العشيه جات قربت من حدايا وعنقاتني وطبطبات عليا. تعنيقة صغيرة كنت غادي نكون بين يديها كريم ديال 3 سنين. واحد العشية كنت جالس ما على باليش، حتى وقفوا لي 4 كانوا لابسين بلوزة بيضاء ما فهمت والو. بقيت كنشوف فيهم ومستغرب. تمتم قربوا من حدايا وقرطاوني، ما كنتش قادر نقاوم الصراحة حيت اصلا كنت مبوق مبنج بالسيليسيون. دقوا لي برم اللي ضمنوني في الطوموبيل. داك الوقت ما بقيتش عاقل شنو وقع. من بعد ملي فاقت لقيت راسي ناس فوق واحد المدربة. دوزت تقريبا يومين وانا ناعس تمايا، كانوا كيتناوبو عليا الفرمليات قاع تقبو ليا لحمي بالبراوات. نهار التالت خرجوني من تمايا وحتى لقيت راسي في واحد الجردة صغيرة. بنادم واقف تما كلاش كيدير، اللي كيدوغ بوحدوه، اللي معنق الارض كيتناقش مع نحلة، واللي مجبد ودنو كيغوت حيت كيوعد راسو. داك الوقت فهمت بلي انا في سبيطار الحماق. دوزت تقريبا 5 ايام تما، كما كنت قادر كاع نستحمل، كنت بحال شي حبس، مكنتش قادر نستحمل داكشي اللي كيدوز تمايا. كنت بحال شي لعبان الحماق كاملين، كيدورو بيا كاملين، اللي كيجبد ليا ودنيا، اللي كيقول لي نلعبو البوليس والشفارة، العذاب ديال بصح، وعدد البراوات اللي كانوا كيدكو ليا، كان خاوني بزاف، وكيعيشوني واحد الهلوسة. كنحس بها بحال كتهربو ليا، ولا بقيت كندقهم غادي يهرب ليا النيت. داكشي علاش استغليت واحد العشية بجمعة كيكونو الممرضات مطاولين قصرية ديال الكسكسو، كيبقاو ياكلو وكيغوتو وكينساو الخدمة ديالهم. مشيت نقصت من السور، داكشي اللي كانوا كيدقو ليا لعب ليا النفسية ديالي. تميت غادي وفيا الدوخة بحال كنحس بلي انا معصاب، بحال مقلق. لعب ليا النفسيه ديال بصح داكشي اللي كانوا كيدكو ليا، لدرجه دوزت مده طويله وانا ما عارفش شنو كندير، واش فعلا انا حماقيت وخلاص فات الفوت، ولا غير ازمه وغادي تفوت. اول مره تجيني الشفقه على نفسي. بقيت هكاك ملاوح من قنت لقنت حتى وصلت للكوان اللي فيه انا دابا. دخلت هناك ابو هالي حمق باش الناس ما ديكلاريش بيا وما يجريوش عليا، وكثر من هادشي حنوا فيا وداكشي اللي وقع. بقيت هنا وطولت المده هنايا، دازوا لي ايام شهور والسنوات، ونسيت كريم والماضي، وعشت بشخصيه جديده، شخصيه شمكار البهاري الحمق. صراحه لقيت فيها راحتي. عارف قصه ديالي ماساويه، ولكن ماشي مشكل، ربي كبير. كملت طريقي عند مول سوسيس. كيف العادة وقفت قدام ولقيت أمة محمد كتاكل. بقيت واقف من بعيد من بعد ما شقرت خبزة، وكنسنى النوبة ديالي باش يعمر لي الدواز في ديك الخبزة. كنبقى واقف بعيد كما كنبغي نبزط لي الكليان ديالو. من بعد نص ساعة وأنا واقف عيط ليا وعطيتو الخبزة، عمر لي بدواز ودار شي طروفة ديال السوسيس. رجعت الكوان اللي كنبات فيه ديما كيف العادة، قسمت ديك الخبزة مع ديك المشيشة مسكينة حيت والدة بزاف ديال الولاد وكتردع. تكيت على الحيط، جبت الميكا عصرت فيها قريعة ديال السيليسون، بديت كنشمكار.
كان عبر التبويقة ديالي غير بالقمر، كنبقى مقابل الفوق غير كيبانو ليا من وجوج، كنعرف بلي راسي صافي تنغمت وبلي خاصني نحبس. اما الى بانو ليا ثلاثة كنعرف بلي راني قربت من الاوفر دوز. داز ديك الليلة كيف باقي الليالي ساقلة، وبالنهار راه واش كان دي انا مكنبقاش جالس تما كندبر على من ناكل. الناس هنا كيحنوا فيا بلا حتى نخرج كلمة واحدة من فمي، حيت عارفين اني ديجا مسطيبوها لي. من بعد تقريبا سيمانة كنت مرة كنمشي لدوك المتاجر الكبرى بحال مرجان، اسيما، كارفور، كنبقى نتبربس تما في الباركينغ وقت اللي الناس كيكونوا كيعمرو المالا بالتقادير ديالهم. كنبقى نشوف فيهم ديك الشوفة ديال عطوني من ناكل، وكاين اللي كيحن فيا، كاين اللي كيجري عليا، وكاين اللي كيبقى يخنزر فيا. وانا غادي كنتبربس تما جيت الباركينغ في كارفور نيت، ما غادي نجي غير فاس فاس في الوريدة اون فاس مع طوموبيل كتعمر في السلعة، ومع واحد بنت عمرني بصراحة شفتها 3 سنين داز غير البارح. كنت موهم نفسي باللي صافي خلاص نسيت، عرفت تأكدت بلي راني ما نسي والو، ويمكن غير كنت كنتوهم. وحتى الدموع اللي قلت يمكن صافي جفو ما بقاوش، ما كملاش 10 ديال الثواني بداو كينزلو. رجع ديك اللحظة وجهي في وجهها فاصة فاصة، تم تم درت وعطيتها بالظهر. الدموع كينزلو وانا كنترعد وهي واقفة كتشوف. شوية قالت لي ولدي ولدي خاصك في حاجة، تعال ولدي ما تحشمش تعال. وانا واقف عطيها بالظهر وشاري الذكريات كيدوز قدام عينيا. ولدي خاصك في حاجة؟ اه ماما بغيت موطور. لا ولدي موطور تتكبر وباباك غادي يشريه ليك. بقيت واقف تما والدموع كينزلو، اللي حسيت بها غادا كتقرب ليا. تميت غادي بخطوات خفاف، ما حدي كنزرب ما حدي كنحس باتي كنزرب. داك الوقت مشيت كنجري، موقفاتني غير الغوتة ديالها. كريم بقيت واقف ديك اللحظة وكنبكي وكنهش، برغم ذلك ما كنت قادر كاع ندور جيتها. كملت الجري ديالي، غادي كنجري بحال الحمق، غادي كنجري بالعقل. خرجت في الشارع ودماغي مرفوع، كان طريق خاوي ما عرفش كيفاش داس واحد الطوموبيل خرجت من واحد الزنقة. يا بالله ما كان جاي بسرعة كبيرة بزاف، ضرباتني حتى تفزعت 2 متر في الأرض. حسيت بالضربة قوية بزاف والألم قوي، برغم ذلك داكشي اللي حسيتو قبل دابا شوية. وأنا كنشوف والدة أون فاس كان الألم ديالو قوى كتار وكتار. حاولت نوض ديك الهضم من الأرض حتى نزلت البنت اللي كان سايقة الطوموبيل، وكان ديجا باكية وعينيها حمرين يعلم الله شنو عندها. قربت محدي وقالت لي اسمح لي عافاك اسمح لي. اختنا كانت كدود الدارجة ديالها معكلة بين فاكونسية، شفت عينها حمرين وبقات فيه الصراحة. قلت لها ماشي مشكل اختي، خليك فهمك وانا ما ديريش بالك معايا راه موقع لي والو. حاولت نوض ديك اللحظة والحمد لله وقفت على رجلي وموقع لي والو. وقعدت تعطيني فلوس ديك اللحظة وقلت لها ما باغي والو. قلت لي وعلاش كتبكي اخويا؟ قلت لها هادشي ما عندوش علاقة بهذا الحادث. وانتي علاش كتبكي؟ قبل ما تقول كلمة اخرى جرها واحد الراجل كان معاه في الطوموبيل، بعدني من هذيك اللحظة بقى كيشوف فيا يمكن كيصحاب لي باغي نكريسيها. مشيت كملت طريقي هذيك اللحظة وانا كنعرج، دماغي كان عامر غير بالوالدة واللي بانت فاش افعياتي. من بعد ما كنت ناسي وكنت عايش في عالم اخر، عالم موازي، عايش وقانع نفسي بلي راني نسيت، بلي راني حقدت على كل شيء. صدفة رجعتني سنوات اللور وزادت وركات على الدبرة وجرحاتها من جديد. رجعت الكوان ديالي ودوست النهار كله وانا غير مكمش تحت واحد الشجرة. داز داك النهار، من بعد قررت ما نبقاش ندور تما كاع بدوك لي سوبر مارشي الكبار. بقيت عايش حياتي البائسة اللي كيزينو المشاش والفراخ والكلاب،
الكائنات اللي ما كدويش ولكن كتوصل الحب ديالها غير من شوفها. كنت قاسم معهم كل شيء، وكانوا شي مجاهم كنت ديما مرة كنمشي ندبر لهم في الريوس ديال الدجاج ورجلين وكنديه لهم حتى الخلافين كانوا كناسو. كنت معمر وقتي بهادشي ترونكيل، ما كندوي مع حتى شي واحد، كنتناقش مع حتى شي واحد، كلشي عارفني حمق. داكشي علاش عطيني شبر ديال التيقار، ونهار كنحس بهم قراب يزعموا عليا كنبقى نطوق ونغوت باش نفرانيهم. واحد عشية كيف العادة مشيت للسوق، جمعت رجلين والريوس ديال الدجاج ومشيت لذاك الخلا. نيتي كانت هي نوكل الكلاب كيف ما كندير كل مرة، ولكن ديك العشية على غير العادة لقيت الكلاب مطايفين. الحاجة اللي معمرني شفتها، عرفتهم ديك الهضام مطايفين مع شي كلب براني، وفعلا كانوا مطاولين واحد الكلب براني تحت الأرض كيغزو فيه. بقيت كنصفر عليهم وكنشير بالحجرة ولكن والو، كما تسوقوا لي كاع. كنت حاسس ديك اللحظه بلي الكلب اللي تحت منهم غادي يموت، حيت كان كيدير واحد الصوت بحال مسكين كيتالم بزاف. داكشي علاش لعبت داكشي كامل اللي كان في يدي ومشيت كنجرب بسرعه كبيره بزاف. تخشيت وسطهم ودرت غلط كبير بزاف، حيت الكلاب كانوا واصلين واحد النيفو ديال الجعره ما يمكنش، لدرجه تخلطوني معاه. وكي قدرت في النهايه نخشي الكلب وسطي وندافع عليه، بقاو كيعضو فيا وكيعضو في الكلب. من بعد مشاو كيجرو في اتجاه ديك الخناشي ديال القصر اللي حطيت ليهم. بقيت كنهج ديك اللحظه والكلب تحت مني كان كيتنفس بصعوبه وكان كله دمايات. الانطباع الاول انه الكلب ماشي مشحوم، كيبان سلاله مختلفه بزاف، غير هو مكرفس، كرفس ديال بصح وفيه تونيا، كانت واكله النص من الجسد ديالو. عمرني نسى النظرات ديالو وشوف اللي شاف فيها، بحال كيقول لي عافاك اعتقني. دات راسي في بلاصو الوقت اللي كنت كنعاني فيه، وبحال كنغوت بالجاد عتقوني وتا واحد ما تسوق ليا. هزيتو من تما وتميت غادي كنعرج، قصدت واحد الطبيب كان حدانا تما بيطاري، كان ديما كيشوفني كنتهلا في المشاش والكلاب، وكان مرة مسكين كيجيب لي الكروكيط كيعطيني الدوايات نعطيهم ليهم. بقيت غادي كنجري حتى وقفت قدام كابيني ديالو، كان ديك الساعة قريب يسالي بلا ما ندق لا في الباب لا والو. دخلت ليه الكلب شافني وهو يتصدم، قلت ليه عافاك عتقو، عتقو الله يرحم الوالدين. الطبيب واخا تعصب من الدخلة اللي درته، إلا أنا والحب ديالو لهاد الكائنات هادي خلاه يتغاضى على هادشي. بقى كيشوف الكلب وبقى فيه، خدا من عندي ودخلو لداخل. يلا بغا يقيسو الكلب دا كيدير واحد الصوت كيخلعه، تمت غادي خارج برا ويقول لي بلاتي. رجعت عنده وقال لي الكلب معصب بزاف والدري اللي كتعاوني راه مشات فحالاتها، حاول تكالمي. قربت ديك الهضره من حدا الكلب وانا صراحه زراني داك الصوت، هزيت يدي بشويه وحطيتها لي في راسو. بقيت كنمسح لي على راسو وهو يتكالم. داك الوقت بقى كيشوف فيا الطبيب وقال لي واش الكلب ديالك؟ بقيت كنشوف الكلب وكنشوف الطبيب وقلت ليه ديالي. قال لي تهلا فيه، هاد النوع راه زوين بزاف، غير هو خاصك تراقبو مزيان، و التوني اللي فيه في لحمو غادي نعطيك واحد الدواء تعطيه ليه، وعاد زيد تعاونو بديك الزيت المحروقة ديال الطوموبيلات، بقا تغسلو بيها و تشللها ليه حتى يخلف ليه الشعر ديالو. قلت ليه واخا شكرا بزاف. الطبيب مسكين خيط لي كاع الجراح اللي كانوا فيه، من بعد خرجو من تمايا. تميت غادي قبل ما نفوت الباب قال لي الفيتو واش انت فعلا حمق، حيت صراحة عمرني شفت شي حمق قلبو كبير بحالك، انت براسك مجروح وبرغم ذلك سبقتي الكلب على الحالة ديالك، سينو بهاد المعاملة ديالك راه حنا اللي حمقين وانتم ولا اقل. بقيت كنبتسم ديك اللحظة وكمل طريقي. رجعت الكوان وانا غادي هز الكلب بين الاحضان ديالي، حسيت بالدوخة ديك اللحظة. حطيت الكلب في الكوان ديالي وغطيته بكارطون ودرجته مزيان تما. من بعد مشيت للسبيطار ديال الحومه، غير دخلت مع الباب قلت لهم راه عطوني الكلاب. داوني لواحد الغرفه تاع واحد الفرملياته ترينو فيها مزيان، دقوا لي البراوات ديال الكلاب. من بعد تميت راشه في الطريق الجامع شي صريفه من داكشي اللي كيعطوني الناس
شي درام 10 اوات 4 اوات. كنت عارف بلي الكلب ما عندوش جلب شي عض اللحم ولا العظم. داكشي راه فاش قصت واحد الجزار وقلت ليها فاك عطيني الكفته. ديت لي الكفته وقيتو باقي ناعس، خليتو ترتاح مزيان وعاود فيقتو، عطيتو ديك العض الكفته وبقى كياكل فيها بلهفه كبيره بزاف. داز ديك الليله والكلب بين الاحضان ديالي. في الصباح فقت على صوت المشاه كدير واحد الصوت كيخلع، قلت لها متقلقيش ميمي هذا صاحبنا وغادي يبقى معانا هنايا. دوز تقريبا سيمانه وانا كنتهلا في الكلب. ملي ولا كيتمشى على رجلي شويه بديت كندير ليه الزيت المحروق، جبت من عند واحد الميكانيسيان، كندير ديما واحد الخلا كنبقى نجلخو بها مزيان. من بعد كنعمر با الزيت الماء وكنبقى نغسل ليه. واخا هو كان بيض كنت كنردو كحل بداك بديك الزيت المحروق. كل نهار كان كيدوز الكلب كيتبدل، كان كيعجبني الحال ملي كنكون غادي هو تابعني ورايا. دوز ديما كيتبعني، كنمشي على اليسار كيتبعني. الكلب دخل في حياتي بدون استئذان، كنبقى ندوي معاه وكنتناقش انا وياه وكنحس بيه كيفهمني. في الليل هو بين الاحضان ديالي كنبقى ديما نعاود ليه ليستوار ديالي، كاع داكشي اللي دارني في خاطري. ما كملاش 3 شهور الكلب ولا واحد اخر وكان عاطي العين، ما كاينش اللي ما كيحمر فيه هو غادي معايا. الطاك ديالو والنبحه ديالو وعاد ودني اللي مقلشين. في كل نهار كيجي عندي واحد كيسولني واش باغي نبيع ولا وكيفاش غادي نشرح لهم بلي داك الكلب اللي كلشي كيشوف فيه بيزنس انا كنت كنشوفو حياتي، خصوصا ملي كيدافع عليا وما كيخلي حتى شي واحد يقرب ليا. مدة طويلة وانا كنقلب على شي سميه اللي غادي تناسبو. في الاخير اختارت لي سميه كيم. كيم ما كان كيحمل حتى شي واحد يقرب ليه من غير انايا. الحوت اللي كان بات فيه كان شبعان مكاريب واللي كيطمع في اي حاجه غادي تجيب لهم فلوس. واحد الليله ضرب ليا 5 كانوا هازين المضى وقالوا لي الكلب غادي نديه صحه. كيم ديك اللحظه بدا كينبح بواحد الطريقه اللي صعيبه بزاف لدرجه انا وخلاني. ما كنتش باغي نطلقوا عليهم ديك اللحظه لانه ولي في شي مصيبه اخرى وكي خوتنا في الله كانوا محمرين فيه. ما حدهم كيقربوا ما حدو كيزيد يشعر. 3 منهم تزراو ورجعوا باللور والرابع تمشي قاصدو باغي يضربو بالمدى. ما شير عليه كيما خافو جاو راي مسكين. خلف الله عاوتاني تم قاصدو بلا ما نشعر خشيت لي كروشي. وحيت خلف الله البناء العشوائي بتمتم سنانو طاحو قدام يديه ترونا الدعوة ديال بصح تمايا. وحاجة وحدة اخرى رجعتني من هاد الصداع كامل هي انا احمق وبلي ما غادي يصور مني والو. برغم ذلك كنت عارف بلي هاد الكوان هذا صافي تقاد رزق فيه وهاد الشمكار هذا كاع ما غادي ننسى شنو وقع لي هاد الليلة هادي. داز ديك الليلة في الصباح قررت نحيد من تمايا. هاد الليلة كاملة وانا كنفكر شنو غادي يوقع من بعد. كنت عارف بلي كيم مادام خوتنا في الله جاو قصدو دونك من بعد غادي يجيو وحدة اخرين. قبل ما نتحرك من تما قرات من حدا كيم وقلت ليها خاصك تولي نصها مني بوهالي شمكار مسخ باش كلشي يعطيك التيقار. هزيت يدي ديك العضه فيها التراب وبديت كنعمر فيه. جلختو مزيان حتى ولا كيبان كثار مني. مشيت ديك العضه عند المشه فين كاينه هي وليداتها. بقيت كنلعب لها مع ولادها وكيم ورايا. بس ديك العضه ومشيت تحركت من تمايا غادي وكيم حدايا. ما عرفتش علاش وكيم حدايا ما بقيتش خايف من الحياه، ما بقيتش خايف من حتى شي واحد وبحال الحياه سهلت بالنسبه ليا. واخا كنت هاز مسؤوليه كيفاش غادي نوكلو كيفاش نتهلا فيه ورغم ذلك كنحس براسي فرحان. بقيت غادي على رجليا حتى وصلت لواحد الكارتي قريب من درب غلف. كان كالم وفيه لي ريزيدونس منقيين وبنادم داخل سوق راسو. داكشي علاش قررت نبقى فيه تما خصوصا كانت واحد الجرده نقيه. دوز في هذاك النهار تراسيت كرو مزيان تما ما وقع حتى شي مشكل. والجميل في هادشي كامل هو انه كان واحد السوق قريب من تمايا. دوز ديك الليله تما من بعد تقريبا دوز سيمانه عمر شي مشكل وقع عمر الناس كانوا كيتشكاو مني ولا عمر شي مكري كانوا كيدورو هنايا. والزوين في هادشي كامل هو انه كان واحد العساس كيبقى مسكين ديما مراقبني من بعيد. داك العساس كان كيعجبو كيم كيفاش كينبح كيفاش كيجري على اي واحد خصوصا دوك الكمامر الشماكريه اللي كيقربوا من الطوموبيلات ولا كيكونوا كيتلاوحوا في الطريق.
كانت عاجبة القباحة اللي في كيم حيت كانت كتعاونو في العسة ديالو. داكشي علاش كان كيتهلا فيه انا وكيتهلا فيه. وقت ما مسكين كيجيب القص كيجيب ليا معاه. دوزنا تقريبا شهر تمايا، كنا مرتاحين بزاف. كل يومين كنت كنهبط على رجليا تلعب الداب، كنت ديك كيم تما كنبقى نلعب انا وياه، كنبقاو نضحكو وكنلعبو. بسبب كيم قدرت نسترجع الضحكة ديالي من جديد، قدرت نغوت ونتابع الشكل ديالي واللباس ديالي. وبشوية بشوية بديت كنتنقى، واللي كان كيعاوني الصراحة هو داك الشيبان اللي كيعس بالليل، كان مسكين كينتابع لهادشي هذا. و داكشي علاش كان كيجيب ليا حوايج وكيعاملني بحال ولدو. داكشي علاش انا بزاف ديال المرات كنت كنفسو في العسة، وكنقولي بلا ما تجيب الليل انا غادي نبقى مقابل ليك حتى ربعة الصباح وبلا مقابل. 3 شهور كانت كافية لكيم انه يخرجني من ازمة نفسية صعيبة بزاف، كان من الممكن ان سالب انتحار. كيم اللي هو الجانب المضيء في حياتي كنت كنعتبره خلاص ظلام، وليت كنموت عليه بزاف وخايف نخسره وخايف لا توقع لي شي حاجة. تعلقت بيه بزاف وكنت كنهتم بيه لهاد الدرجة اللي ما تصورش. كيم عمرني خليته ينعس في الارض، ديما كنعس في الاحضان ديالي لدرجة الريحة ديالو ولات عايشة فيها. واللي مربي الكلاب غادي يفهموني مزيان. بقات الحياة غدا نورمال، واحد ديلا وكيف العادة الشيباني شاد العسة. كانت واحد كنازة قريبة لينا، ناس دايرين العشاء تما مساكن، ما كانش بعيدة بزاف صراحة على القنت اللي كنبات فيه. قال لي الشيباني سير تعشى تمايا وجيب معاك الكيم داكشي اللي غادي يطفى في الطابلة. قلت صافي واخا فلان. خليت لي كيم ديك اللحظة وخا بقى كيغوت مسكين باش يمشي معايا، ولكن ما يمكنش ندخل وسط الخزانة. والصراحة اللي خلاني نمشي للعشاء هو كيم حيت ماكلاش من الصباح. مشيت لديك الخزانة ولقيت الناس دايرين طلبة وكل شي جالس لداخل. دخلت بحالي بحال الناس سامر على العشاء. من بعد تقريبا ساعة حطوا العشاء، حطوا 4 دجاجات في الطابلة بلا حشمة بلا تلعبة. تكيت على واحد الدجاجة تمايا بلاد ما فهم والو، كل شي بقى كيحنز فيا. هزيت ديك العضوج ديال الخبزات و نطت من تما. ياك انا غحمق واللي بعقلو يدير راسو فيا. رجعت الكوام بديت كنصفر على كيم ولكن ما جاش. داك الوقت استغربت وبقيت كنقول ويلي فين هو هذا. ديك اللحظة قلبي بدا كيضرب بالجهد، بقيت كنصفر وكنغوت ولكن والو. مشيت كنجري عند شيباني كنقاس في الكاريطة. قلت ليه كيم فين هو؟ قالي دابا يرجع ما تخافش، راه شاف شي مجاحم وبقى كينبح عليهم وراه يمكن تبعهم. وهذه راه ماشي أول مرة كيديرها، هادي ما كيديرها وكيرجع، ما ديرش بالك. حطيت دجاجة ديك اللحظة والخبز وقلت ليه ميمكنش، أنا حاس بلي شي حاجة ماشي هي هاديك. كيم غير كيسمع التصفيرة ديالي كيجي كيجري. مشيت كنجري ديك اللحظة كنقلب عليه غادي وكنغوت. كيم كيم وهالو. درت مسافة طويلة بزاف حتى وصلت الرون بوان. شافني واحد الدري كنغوت على كيم وقالي واش كتقلب على الكلب ديالك؟ راه مشات مع واحد الكلاب وسط الفيلات. قلت ليه شكرا بزاف الله يحفظك. مشيت كنجري ديك اللحظة، دخلت تما كنقلب والو. عييت ما نقلب ما نغوت ولكن والو. غبر لي الاثار. رجعت الكوان ديالي على اساس انه يكون رجع ولكن والو ما لقيتوش. بقيت جالس في الارض وقلبي كيضرب بالجهد وحابس الدموع. مرة كنقمز بوهدي كنقول يمكن رجع ولكن والو. بقيت بحال هكاك الليل كامل، عينيا ما غمتهمش. صباح الصباح وانا جالس بلاصي وكيم ما رجعش. ما كنتش قادر حتى نتخيل فكره انه ما غاديش يرجع. داك الوقت جا عندي شيباني وعلى غير العاده هذا الوقت كيكون ناعس. قال لي ولدي راه جيت على قبلك، واحد السيد جاري خدام في البلديه قال لي بلي البارح كانت واحد حمله كبيره كيجمعوا فيها الكلاب المتشرده. سير ولدي البلديه اعتق الموقف. وقفت ديك اللحظه بقيت كنشوف فيه. قلت ليه كيفاش اعتق الموقف؟ بقى كيشوف فيه وقال لي راه السيد قال لي بلي راهم غادي يقتلوا الكلاب كاملين. قلت ليه شنو؟ اش كتقول؟ نعت لي الشيباني في الجهة البلدية ومشيت كنجري بالعقل. وصلت قدام باب لقيت واحد الحساس بغيت ندخل هو يحبسني. قلت لي عافاك البارح جاو شي كلاب هنايا
راه معاهم الكلب ديالي، راكم شديتو بالغلط. عافاك راه الكلب ديالي هو حياتي، مقدرش نعيش بلا بيه. عافاك. قال لي اخويا راه الكلاب ديك شدوهم غير المجاحم، واش عندك انت شي وراق ديال هاد الكلب هذا؟ بقيت ساكت وقلت ليه براسي لا، ولكن راه الكلب ديالي. عافاك خليني ندي. عافاك. قال لي شوف اولدي، انا مالي والو، انا غا عساس وبلا ما تنفخ لي راسي الصباح هذا الله يرضي عليك. بقيت واقف كنشوف فيه. قال لي صبر هنايا، انا غادي ندخل نشوف مع المسؤول ودي الساعة منك ليه. دخل داك العساس وبقيت واقف برا. من بعد خرج راجل اخر قال لي نعم الشريف. قلت لي خويا الكلب ديالي راه بيض والشعر ديالو طويل، البارح شديتو بالغلط بقى كيطلع وكيهبط فيا. وقال لي وتا بقى لك غا كلب، اش خاصك العريان خاتم مولاي؟ قلت لي شوف قول فيا اللي بغيتي، القلب برد ما يجيش بنادم، ولكن من جهة داك الكلب راه حي، حياتي بلا بيه ما كتسوى والو. قال لي حاشاك الممسخ تقعر الناس بالكلب، عرفتي شنو؟ والله الا خديتيه. قال لي سير في حالاتك ولا غادي نعيطك على البوليس. دخل خونا في الله من بعد ما وصل عساس انا ويسد الباب. بقيت واقف برا نوض روينه من العساس كيدفع فيا وانا كندق في الباب. نوضت البلبالة تما برغم ذلك والو مرحمونيش، ما كنت عارف من ندير. دموع نازلين وانا تالف كنفكر غير في كيم، غادي يكون خايف مسكين. داك الوقت بديت كنغوت بالجهد، كيم كيم. اللحظه اللي سمعت النبحه ديالو صافي قلبي تهز من بلاصو. في نفس الوقت ارتحيت حيت باقي حي. قررت ديك اللحظه ندخل الداخل باش ما كان واخا وقع اللي وقع. مشيت بعدت من تما وبقيت كندور بالجناب ديال البلديه كنقلب منين ندخل من السور. السور كان عالي بزاف وكانت ورا واحد السويقه متكيه نيشان على البلديه. شافني واحد راجل يمكن جرى مع الفيلم وقال لي اولدي ما عندك ما دير، هاد الناس كما كيخافوا الله كاع ديما دايرين بحال هكا، كيعطشوا الكلاب وكيعطيهم السم في الماء وكيقتلوهم ولاد الحرام. سمعت هكا ودارت بيا الدنيا. بقيت كنقلب ديك الوقت على شي حديده ولا شي حصى اللي غادي ندخل بها صحه. ديك السواقه كانوا فيها بزاف ديال الجزاره. موقفت غير قدام واحد الجزار كان مشغول داخل ومخلي السلعه برا، عيني جات غير في واحد الجنويه كانت محطوطه فوق الطابله 17 مجبده باقا كتبري. هزيت هذيك العضو درتها ورايا ومشيت قصت الباب ديال البلديه. العساس غير شافني وين نوض من الكرسي، قرب من حدايا باش يفراني قبل ما ندق في الباب ديال البلديه. تمتم صدمتو ملي جبت 17 وحطيت عليه في عنقه. قلت اسمع غادي تحل الباب والا الرجوله ديالك ما غادي تنفعك في والو، عارف مخلي في الدار وليدات صغار ويمكن كيستناوك ترجع في العشيه، حل الباب ولا غادي توصلهم غير الجثه ديالك. بقى كيشوف فيا ديك الهضوم صدوم. دفعته قدام الباب وحطيت الجنويه في عنقه، قربته من الباب ويحلو. غير تحل الباب وتميت غادي داخل بحال شي وحش غادي وكنغوت. كيم كيم. داك الوقت خشاني واحد من بعيد وبقى كيغوت. ايه شنو كدير تما؟ خونا في الله كان زعيم ديال بصح، قرب من حدايا هو قبل ما يقاسني بيديه. خشيت لي كروشي والجنويه في يديه، طاح في الارض وانا صرفقو بها. شد في حنكو خونا في الله كيسحاب لي غير خسرتو، ناض كيجري. كملت الطريق ديالي غادي وكنغوت كنغوت على كيم، حتى لقيت راسي فاس فاس مع واحد السجنه كبيره فيها بزاف ديال المجاحم كلهم كيغوتو مساكن بالخلع. من وسط داك الصداع كامل قدرت نميز الصوت ديال كيم. قبل ما تحرك تما واحد خونا تم جاي هز واحد البانيو وهز واحد البيدو في يديه. تم تفكرت خونا في الله شنو قال لي برا، كيدير ليهم السم على المورد الحرام وكيقتلوهم. تميت غادي كنجري قاصدو. داك الوقت هو يخرج لي خونا في الله اللي ناقش انا ويا قبيله، ما وقفني وشافني هز الجنويه هو يفراني. قرب ديك الهضره مع خونا في الله كان هز داك البيدو، شطقت لي بيدو قلت ليه شنو هادشي؟ السم ياك؟ ها السم؟ واش
سمع هاد الحمار تاع بوك دامير وشتا بنادم ولا شناهو؟ قال لي خويا انا خدام كندير الاوامر وصافي. بقى كيشوف في ديك لاطون جمعه وشمال، حطيت ليه جنوية في عنقه وبقى كيغوت. عفاك اخويا ما تادينيش، انا والله تاع خدام بالله. بقيت حاط ليه جنوية في عنقه كنقلب ليه جيوبه حتى حيدت ليه السوارت. في ذاك الوقت تمو جايين شي 7 ديال الرجال هازين زراوط وجايين قاصديني وكيغوتو. ما كانش عندي الوقت، خاصني نحل 3 ديال القفوله باش نخرج الكلاب كاملين من هنايا، والا الى وصلوا خوتنا في اللاق قبل ما نحلهم غادي يدقدقوني ديال بصح. بقيت السوات وكنحرف ديك القفوله وتوتر بزاف. حيت القفل الاول الثاني قبل ما يقربوا لي خوتنا في اللاق شي 3 متر، حيت القفل الثالث داك الوقت تم خارج الكلاب وخوتنا في اللاق ما كانوا عارفين ما يديروا، بحال كانوا خايفين. الكلاب كانوا عارفين الباب ديال البلديه، تمو غادي مساكن كيجري وقاصدينو. اللحظه اللي خرج كيما طاحت على الكابيه عنقته، بقيت كنبوس فيه. تميت غادي كنجري ديك اللحظه انا وكيم خوتنا في اللاق كانوا زين دوك الزراوط حارو غير مع الكلاب اللي كانوا خارجين. تميت غادي كنجري وهز ديك الجنويه اللي قارب حدايا كنشير عليه بها، كنت عارف بلي كبتها ديال بصح وما بقى عندي ما نخسر. داكشي علاش بينت ليهم بلي انا راه ما خاسر والو وبلي انا ميكروب باش يديروا مني اطونسيون. وداكشي اللي وقع، وصلت الباب وبقيت واقف تمايا كيما واقف حدايا وكينبح والكلاب كلهم خارجين. ملي تاكدت بلي خرجوا كاملين غرست ديك الجنويه في التراب ومشيت كنجري. واخا كنت سخفان ديال بصح ما وقفتش تبعت بزاف من ديك الكروه، وحتى الكون في درب غلف درت منه بناقص. كان خاصني نبعد كثار من داك القنت، وانا عارف بلي البلديه غادي عيطوا للبوليس وبلي البوليس غادي يديروا الاجراءات ديالهم وغادي يفلوا الدنيا على قبلي. بقيت غادي حتى وصلت لساسفة كيم سخفان ورايا مسكين وكلهت وانا كثار منه. مشيت دبرت من ناكلو انا وياه وبقينا جالسين في واحد الشرطه. المهم بعدا ملي نقيت شويه ما بقاش بنادم كيتزرى مني كيف ما الاول. دوز قريبا سيمانه ما عجبنيش القنت تما في صالحها في ليساسفا، ما كاينش فين نبات وعاد بنادم كيجري معاك من بعيد وعاد زيد قليل فين كنحضر القص. داكشي علاش قررت نرجع على الاقل قريب من الاحياء الراقيه، تم الناس كيحنوا كيديروا الخير. بقيت غادي على رجلي حتى وصلت الرحمه، ومن الرحمه بقيت غادي نازل حتى وصلت لدار بوهزه. ما كنت صراحه كنفكر فين غادي وشنو كندير، ما كنتش كنفكر نهائيا في راسي كتار ما كنفكر في كيم، واش واكل واش شارب واش مرتاح. انا وكيم ولات علاقتنا قويه بزاف، طورات بزاف لدرجه ولا كيفهمني غير من الشوفه. وانا كندور جيت الفيلا تما في دار بوهزه، كان كيعجبني الحال ملي كندوز من الزناقي وكيبانوا ليا الناس مهلين في الكلاب والمشاش حاطين لهم الماكله في الزنقه والماء. كيم فيما كيبان لي الكروكات كيمشي يقصيه، داكشي علاش قلت مع راسي يمكن هذا هو الكوان اللي غادي نرتاحو فيه ولو مؤقتا. دوزنا تقريبا تما سيمانه، واحد الصباح واحد الراجل بقى كيشوف كيم، كان مع واحد كانيش ديالو بقى كيشوف كيم وعجبو وجا قرب من حدا بغا يلعب معاه. كيم ديك لحظه هو يوقف وبدا كينبه عليه، قال لي هذا بيرجي بلون تبارك الله زوين بزاف وراهم واصلين تقريبا حتى لشي 2 مليون ياك، واش ما كنت فكرت بيه؟ سمعت ديك لحظه 2 مليون طارت بيه الدنيا. بقيت كنشوف كيم وقلت ليه لا لا كيم ما عندوش ثمن. بقى كيضحك وقال لي كنت متوقع نفس الجواب ديالك، الكلب زوين بزاف وصراحه تهلا فيه. قلت ليه شكرا بزاف سيدي. داك القنت ما كانش بصراحه عارك في الماكله ديال كيم، حيت اغلب الفيلات كيف ما قلت لكم كيحطوا برا الكروكيت ديال المشاش وحتى الماء، وكيم ما كيزقل حتى شي لعبه. في المقابل انا كتلاقي صعوبه كيفاش ندبر في الماكله ديالي، برغم ذلك كنت كندوزها. بقات حياتي غادا بحال هكا، واحد العشيه كنت متكي في واحد كازو وكيم كيلعب وكيجي يتلاح فوق مني، كنعاود نشدو وكيهرب وعاوتاني كيتلاح فوق مني وانا كنضحك. كيم وقت ما كيشوفني كاعي ولا حاقد ولا كابوس الماضي حركني من جديد، كيدير المجهود ديالو كامل باش يخرجني من داك الاحساس ويبعدني من داك الموت. بقيت كنلعب انا وكيم حتى لقيت واحد خونا كيصور فيا من بعيد،
هز لاباري بروفيسيونيل وكيصور. شافني حقتو ويقرب هدايا، قال لي عافاك خويا اسمح لي ما استأذنت منك ما والو. المهم انا عندي باج ديال الحيوانات في الفيسبوك، وصراحه عجبتني العلاقه ديالك مع الكليب هذا، وكان اللي صورتكم بقيت كنشوف فيه. قلت ليه ماشي مشكل، خذ راحتك. خلاف الله بقى كيصور في كيم وكيصور في انا من بعد شاف حالاتو. داز تقريبا سيمانه، ارض الله هي داري، فين ما ولاني كالناس. بصراحه كنت مرتاح في درب غلف كثار، ولكن ما بغيتش نعاود نرجع تما ونغامر بكيم. بقات الحياه غدا نورمال. واحد الليله كنت متكيت وقف عليا واحد خونا من بعيد، كيم ديك الهضره بغى اتاكي، وقلت ليها بلاتي نض ديك الهضره. بقيت كنشوف خونا في الله تنعم اخويا، ما خلاش ليا كيم نهائيا فرصه في ندوي معاه، كنبح بالجهد. قال لي اخويا بغيت ندوي معاك الا كان ممكن. اللحظه كنبغي نقرب ليه كيم كيبقى ينبح، اضطريت ديك الهضره ربطو مع واحد الشجره ومشيت عند ديك السيد. وقفت معاه سلمت عليه قلت ليه نعم اخويا. الصراحه اللي خلاني نعطيه وقت هو السيد لابس نقي، وحيت الناس كلهم هنا ساكنين ناس غير نقايا، قلت يقدر يكون شي واحد في الفيلا هنا ولا كدا ولا ما، ولا يمكن ما عجبوش الحال حيت كنباتو هنا. داكشي علاش مشيت عندو. قال لي السلام سيدي، واش هاد الكلب ديالك؟ قلت لي براسي اه. قال لي عندك شي وريقات ديالو كتبتو بلي هو ديالك؟ قلت ليه لا، ولكن نقدر نثبت ليك هادشي في التعامل ديالي معاه. قال لي اخويا الكلب راه مسروق ومده طويله هذه، ومالي ما خلاو ما داروا ليه، من الافضل لك خلينا نديو دابا بلا مشاكل، والا غادي تعرض نفسك لبزاف ديال الحوايج ولا راسهم الحبس. يا صاحبي هاد الهضره ديال الانتخابات ما عندي ما ندير بها، سركولة كيم الى ديتوه غديوني معاه. قالي صراحة انا جيت معاك الخاطر، ما بغيتيش براحتك. مشى خونا في الله وبقيت واقف مصدوم كنقول ويلي مصيبة، كلب هو الاخر تبعوني فيه. منين تسلط عليا خونا عاوتاني؟ مشيت ديك العضلة تمتم في كيس كيمو وتحركت من تمايا، بصافي غادي نبعد من هنايا. تميت غادي بصورة كبيرة بزاف، كان الليل ديك اللحظة والظلام الطريق، اضطريت نمشي من الشارع باش طوموبيلات مرة كيدوروا الطريق اللي غادي منه. وانا غادي انا وكيم واحد اللحظة وقفات واحد فاركونيت، فرانات قدامي حلوا الباب ديك اللحظة بجد، نزلوا منه خمسة وكانوا باغيين يشدوا الكلب. كيم شافهم ويرجع باللور بعد منهم، وانا تلاحيت عليهم. ما كنتش باغي نخدم العنف معاهم، ولكن رجعت فيه الضربة الاولى وليت بحال شي وحش. شديت خونا في الله اللي ضرب لي السقتو مع الفاركونيت، قبل ما يدير شي حركة دخلت فيه بدماغه طاح على وقفتو. تاني شدني من ظهري، يلا بغى يضربني تلاح عليه كيم شدو من يديه. داك خونا في الله شد العضة الاولى هو يعنق كيم، وتلاح هو ويا وصل الفاركونيت. يلا بغيت نتبعهم ديك اللحظة وحسيت بضربة جاتني في الراس نيشان، درت يدي في راسي ورجعت باللور وانا كنت لاوح. لقيت خونا اللي ضربني هز واحد الزرواطة، طلعوا صحابو داخل سدوا الباب، ومشى خونا في الله اللي ضربني طلع الفاركونيت وكسيرة بالشات. ما كنت قادر ندير حتى شي حركة، طحت على ركابي وانا متبع الفاركونيت بعيني بجوج. كانت غادا وكتبعد وكتولي فلو، من بعد ما بقيتش عاقل على راسي وكأنني كنت غير كنحلم. فقط لقيت راسي في السبيطار، راسي مقوم بالي بالفاصمة وكان ما كانش حدايا. بديت كندور راسي ديك اللحظة بسرعة، وكل ما كندور راسي كل ما كنحس بالآلام. بغيت نوض ديك اللحظة جات واحد فرملية وقالت لي خويا خاصك ترتاح شوية. دفعت ونزلت من تمايا، تميت غادي وكنت لاوح وكنغوت في السبيطار. كيم كيم، بنادم كيصحاب لي غفر واحد في داك السبيطار. خرجت من الباب كنغوت، الغوته الاولى بشويه، الثانيه زايده نغزاليها، الثالثه كسرت بها الدنيا تمايا. وبرغم ذلك ما بانش، ما كاينش. داك الوقت تذكرت شنو وقع، ما قدرت نستحمل كاع، بديت كنهج وانا واقف والدموع نازلين. حسيت داك الوقت بلي فعلا غادي نحماق الا ما رجعتش كيم،
واحد لاشون سيكيرتي شافني من بعيد قال لي يا خويا مالك صاحبي قلت لاباس قلت لي واحد الكلب الكلب ديالي بيض عنده شعر طويل واش ما بانش ليك قال لي يا خويا يراد عليك الكلب ديالك وسير عشير القريعة غادي تلقى الدو الزرامة القريعة تما كيبيعوه أي بياسة بحال هكا فيها الضو كيبيعوها تما مشيت في ذاك الليل على رجليا مسافة طويلة بزاف ما غمتش نهائيا فيها عينيا حتى لقيت راسي قدام القريعة ومع ديك السبعة ديال الصباح تقريبا كنت مالوك ديال بصح لقيت تما حتى بداو كيبانو مالي الكلاب واحد ورا واحد بقيت واقف ومتحمس وكنقول دابا غادي يبان كيم مع ديك العشرة ديال الصباح القرعة دارت بوم بالكلاب ألماني الوا بيتش بول كانيش قال أنواع كانوا هنايا إلا كيم بقيت كنقلب تما بحال الحمق كنقلب ولكن والو ما بانش ولا جات عيني بارازار في واحد كيشبه ليها دموع كينزلو بلا ما يتشاوروا معايا بقيت تما النهار كامل بالجوع والعطش والو ما بانش ما كانش قادر انفونسي ما كانش قادر نكمل حياتي رجعت عاوتاني للكوان فين اخر مره وقفوا لي خوتنا في لاب ديك الفاركونيت بقيت واقف تما وكنسول اي واحد بان ليا واش حضر لذاك الشيء اللي وقع كنت باغي نمشي للبوليس وخفت لي يشدوني عاوتاني لقبل البلان ديال الديبو الروينه اللي نوضت في البلديه بقيت واقف تما مده طويله بزاف على امل انه يكون سوء تفاهم ويردوا لي الكلب ديالي وداك الشيء اللي ما وقعش ديك الليله كان صعيبه بزاف وذكراتني بالليالي اللي دوزتها من نهار خرجت من الدار في الكون فين كان بات ما كنتش قادر نغمد عينيا في الليله وانا متكي تما حلت عيني بشويه ولقيت كيم مخفي حدايا بالاحضان ديالي تيش كان بكي وكان ضحك في نفس الوقت قلت ليه كيم فمشيتي فمشيتي وخليتينا كيم بقيت معنقو كنبوس فيه شداتني عيني ونهاس في الصباح ملي فقت لقيت راسي معنق البرد قفزت وبديت كنغوت كيم 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 عسوا بديك اللحظة بلي كنت غير كنهلوس وقع لي بحال توم هانكس في الفيلم ديال كاستوي والعصيان ديالو مع البارون دوزت 3 ايام بلا ما ناكل بلا والو قالت في نفس الكوان مرفوع على وعسيبا بقيت بحال هكاك تقريبا سيمانه من بعد جوج سيمانات كل ما الوقت كان كيدوز وكيم ما كيبانش كل ما انا كنزيد ندبل وكنزيد نرجع من نقطه الصفر كيف ما كنت من البدايه من بعد تقريبا شهرين رجعت كيف ما كنت بوهالي كندوي غير بوهدي على اساس كنتناقش مع كيم واحد الليله كنت مكاوي ضرب سيليسيون كنشوف النجوم في السماء مغياب وقف علي واحد خونا قرب من حدايا قاصني بيدي وانا شنق عليه قال لي تهدن جيش عندك على قبل الموضوع ديال الكلب ولكن اخويا الريحة رخانزة بزاف سمعت الكلب وانا شنق عليه قلت واش كتعرف شي حاجة على كيم هدوي واش كتعرف لي شي حاجة عفاك قول لي قال لي بلاتي تهدن انا غادي نشرح لك مزيان داك الكلب راه تزاد في اسبانيا من اب وام من اسبانيا نيت والمالكة ديالهم العائلة تارية في المغرب وعندهم فيلا في عين دياب وحيت كتجي مرة مرة للمغرب فاكونس الكلب كان جابشو معاه وكان باقي صغير ديك الساعة عنده شي 3 شهور ل 4 شهور ضاع ليها طال نقول لك بلي فلات كازا كاملة وداك الكلب غبر لي الاثار لدرجة دارت انونس اللي لقاه تعطي 10 ديال المليون وما كاينش اللي ما تحركش كيقلب عليه وبرغم ذلك ما بانش الكلب من بعد عام تقريبا وهي كتقلب صافي بدات كتنيس انها ممكن تلقاه شي مره اخرى برغم ذلك الكلب خلى شرح كبير في حياتها وبقات واخا هكاك ملي كتجي المغرب كتحاول تقلب عليه وموصي بزاف ديال الناس عليه حتى واحد ما كان متوقع انه من بعد هاد المده كامله غادي تشوف الكلب ديالها بارازار في الانترنت في واحد الباج فيسبوك كانت متباهية هي ما كان صعب عليها تعرف على الكلب ديالها من النظره الاولى وخدس مده طويله عليه
تواصلت مع مول باج واللي اكد لي انه صور ذاك الكلف دار بوهسه. انا دابا فهمتي الاستوار كيفاش جيت عندك دابا. انا ما جيتش عندك دابا باش نعطيك فلوس، وسمح لي يا رجال ديالي اخر مره تصرفوا معاك بديك الطريقه الخايبه، وكرا كانت هذيك هي الفرصه باش ناخذ الكلب من عندك، خصوصا كنا عارفين باللي الكلب كيعني لك بزاف ديال الحوايج. ودابا انا ما جيت عندك باش نعطيك فلوس ولا نقول لك شكرا، وكرا ربي كيبغيك مسخوط والدين. داكشي علاش داك الكلب جابو لك في طريقك، حيت فيه خير ليك. قلت لي فينا وكيم؟ بغيت نشوفو. عافاك، قال لي تهدم، خليني نكمل لك بعدا وديك الساعة غادي عيعجبك الحال. كيما راه في اسبانيا ملي داو هو ما كياكل والو، ما كيشربش، ما كيلعبش، وكيبقى غير كيغوت بالليل. شنو درتي معاه حتى قال ما قدر ينساك كاع، قال ما قدر يعيش بلا بيك؟ مع العلم الملكة ديال صوفيا كان كيحماق عليها في الصغر، وهاد الشهر اللي داز راه دارت معاه المستحيل، كتلعب معاه، كتضحك معاه، كتشري ليه الماكلة. برغم داك الكلب رافض فكرة انه يعيش، وحاليا راه عايش غير عند الفيطو وبالسيروم. صوفيا كما تقدر تخلى على الكلب ديالها، داكشي علاش طلبات واحد الطلب غريب بزاف من العائلة ديالها. ومراعاة المشاعر ديالها راهم قبلوه في النهاية. صوفيا عرفات بلي انت عايش غير في الزنقة، يعني ما عندك ما تخسر. داكشي علاش بغات تجيبك لإسبانيا باش تكون قريب من كيم، وانت اللي تهلا فيه وتقابلو في الفيلا، وبطبيعة الحال غادي يكون عندك صالير. اش بالك قساكت ديك لحظة مصدوم، حيت هادشي كامل اللي قالو دابا ما كيدخلش للدماغ، كيدخلش للعقل. كيفاش اسبانيا دقة وحدة؟ قال لي عارفك مصدوم، الفلوس كدير طريق وسط البحر، والعائلة ديال صوفيا راهم خانزين فلوس، القرار بين يديك، سوا ترفض ولا توافق. غير هو دير في بالك بلي الرفض ديالك يعني الموت ديال كيم، كيم اللي رافض انه يعيش. قيس ساكت ديك لحظة وقلت ليه انا موافق، برغم الازمات اللي مريت منها الغربة عمري فكرت فيها الصراحة، وعمرها كانت في البروغرام. داكشي اللي عاود ليه السيد على كيم وكيفاش رافض فكرة انه يعيش بلا بيا حسسني بواحد الفرحة كبيرة بزاف الداخل ما كتصورش. كيفاش حيوان مقدرش يعيش بلا بيا في المقابل العائلة ديالي انا ملحمهم ودمهم وعادي عاشوا بلا بيا؟ جبت بسطامي ديك الهضره اللي كنجامو في هاد الميكا، عطيتو لاكارت ناسيونال وداكشي ديالي البيرسونيل، وقال لي اسمع انا غادي نتكلف بكل شيء باش نسرعوا العمليه، وانت يلا معايا ما تبقاش هنايا. ناض ديك الهضره وقف على رجليه ومد لي يديه، بقيت متردد وكنشوف فيه وكنقول ياك ما يكون طالق عليا، ياك ما يكون خونا في الله باغي يستغلني، ويكون هو ماشي عصابة ديال التجارة في الأعضاء البشرية ويديو ليا الماتريال ديالي. بقيت كنشوف فيه وفي الأخير مديت ليه يدي وتحركت معاه، ركبت معاه في الطوموبيل داني نيشا لواحد الحي راقي، دخلني للدار جابو ليا القص وارتحيت صراحة تما. دوزت قريبا تلت أيام تما، تهلا فيا خونا في الله مزيان، جاب لي حوايج جداد وكتر من هادشي جاب لي حلاق حتى لباب الدار. قال لي اسمع درت معاك هادشي حيت العائلة ديال صوفيا راهم ما عارفينش الوضع ديالك كيفاش داير، ولا عرفوك بوهالي وشمكار اكيد ما غاديش يوافقوا، وهادي فرصة ديالك نيت انك تبدا حياة من جديد، نسى الماضي والمشاكل وحاول تبدا صفحة جديدة في بلاد اخرى وبعقلية اخرى. تي صافي واخا ان شاء الله هادشي اللي غادي يكون. ما كاملاش 10 ايام خلف الله وجود ديال الباسبور وحتى الفيزا، وقطع لي حتى البيئي، كنت بحال عايش في حلم وقام مصدق كاع هادشي اللي كيدوز قدام عينيا، بحال كنت مرفوع ما وعيش بهادشي حتى لقيت راسي جالس في الطيارة والسيدة واقفة قدامي كتسولني شنو غادي ناكل. وصلنا المطار في مدريد، مطار كبير بزاف، نزلت كانف ما عرفت تلعبة، كلشي كيدوي غير بالسبليونية، عتقاتني غير واحد المرأة مغربية سمعتها من بعيد كتغاوش هي ولدها وكتقول ليها تسكت هذاك الخنز، كتقصد توك لعافاك
مهم شي عفاك بغيت نسولك منين كيخرجوا من هنايا. قالت لي شبعني يا ولدي. بقيت غادي تابعها حتى وصلت تما فين كيخرجوا الناس. كانوا بزاف ديال الناس في الاستقبال هزين اللافتات في الاسميات مكتوبين. بقيت كنقرا في دوك اللافتات حتى لقيت واحد خونا هز واحد اللافته فيها كريم بركاوي. مشيت عندو سلمت عليه قال لي اسلامت خويا. قلت له الله يسلمك. مشيت انا وياه خرجنا من المطار ركبت معاه في الطوموبيل غادي وعيني محيدات من الدنيا اللي كنشوف برا. قال لي اول مره ياك؟ قلت لي براسي اه. قال لي نورمال دغيا غادي تولف. كان غادي حتى وقف قدام واحد الفيلا بقيت كنشوف فيه ويقول لي راه وصلنا على سلامتك. نزلت من الطوموبيل قال لي سير صوني في الفيلا ورا غادي تحلك صوفيا راه من كبيره وهي كتسناك. مشيت ديك لحظه وقفت قدام الباب يلا غادي نصوني. هو يتحل الباب خرجت واحد البنت بقات كتشوف فيا وانا كنشوف فيها ومصدومين في بعضياتنا بحال يسبق لينا تشوفنا من قبل. عاد فكرت هذيك اللحظه البنت اللي كانت ضرباتني بالطوموبيل قالت لي اسلامتك خويا غير هو صار هرم لي شفت صورك وانا دارني راسي بحال يسبق لي شايفك من قبل. قلت انا ولي ضربتيني بالطوموبيل داك النهار في كازا. قلت لي اه عقلت عليك عافاك سمح لي والله ديك العشيه كنت مقلقه بزاف وكنقلب على الفا وقت ما كنلقاش كان الدموع ما كيتحبسوش ليا. وقت ما كنهبط المغرب كندير محاوله نقلب عليه على وعسيبا. قلت لها شيكت يلا جايه وعيت مقلب وكان طايح عليا الضيم بزاف حيت كيجيني ديما تاني بالضمير بلي انا يمكن اللي تخليت عليه ويمكن مات بسبابي. وانت علاش كنتي كتبكي ديك العشيه؟ قلت لها قصه طويله بزاف. بقات كتشوفي وقالت لي اسمح لي خليتك واقف قدام باب دخل مرحبا بك. دخلت لداخل جات ما وباها سلموا عليا رحبوا بي صراحه الناس مزيانين جابوا لي من ناكل وبقيت جالس تما كرتاح. من بعد تقريبا ساعه جات عندي صوفيا وخرجت انا وياها ركبت معاها في الطوموبيل ديالها. قالت لي الفا حالته صعيبه بزاف ويمكن مسكين جاتو ديبريسيون ولا قدرتي انت تخرجو منها راه ما غادي يكون غير خاطرك. مشينا ديك لحظه نيشان عند الفيطو وقفت الطوموبيل نزلنا وتمينا داخل لداخل انا وياها. غير شاف الفيطو بقى كيدوي معاه باسبانيا. داك الوقت بدات كتبكي صوفيا قلبي تهز من بلاصتو وقلت مع راسي ياك ما وقعت لي شي حاجه. قلت مالك صوفيا مالك ياك ما كيما وقعت لي شي حاجه؟ قالت لي ضعاف بزاف ودابا قال لي الدكتور بلي يقدر ما يعيش. قلت لي خويا واش نقدر نشوفه؟ دوات مع صوفيا ترجمات لي داكشي اللي قلت لي وقال لي تفضل دخل راكي لداخل. تميت غادي بوحدي دخلت واحد الغرفة لقيتو مجبد فوق البياص كيبان ضعيف بزاف. بلا ما رفعت دخلت تلاحيت عليه حطيت راسي على راسو بقيت كندوي معاه والدموع نازلين. كيم انا شيت عمرني غادي نخليك. اسمح لي عافاك ما قدرت ندافع عليك ديك الليلة. عافاك كيم انا عمرني نسيتك وكنبغيك بزاف كيم. كيم واش كتسمعني؟ بقيت كنبوس في ديك لادو كنعنق فيه داك الوقت هو يحل عينيه بقى كيشوف فيا مدة طويلة. شوية نبضات القلب ديالو اللي كانت في ديك لاباري بدات كتسارح. دخل ديك لهضرة فيطو مخلوع بسرعة كبيرة هو وصوفيا وبقاو مصدومين اللي شافو كيم كيحاول ينوض. داك الوقت بصعوبة وينبح بالجهد تلاحيت عليه عنقتو بالجهد وبقيت كنبكي انا وياه. صوفيا واقفة مصدومة والفيطو كتار منا. أكيد ويديك لهضرة الفيطو وقالت لي صوفيا راه قالك خاصو ياكل ضروري واش تقدر تخرجو برا من تما؟ هزيت ديك الهضرة كيم من تما وخرجتو جاب لي الفيطو الماكلة و ما بغاش ياكل. بلا عزيتها بين يدي عادة بدا كياكلها كياكل وكيدير واحد الصوت ديال الفرحة مخلطة بالحزن. صوفيا ديك لحظة قالت الطبيب واش غادي يبقى معاك مازال شوية؟ قال لها ما عندو ما يبقى يدير معايا هنايا عارفة ماشي مريض عارفة كنحتاجو هاد الشخص هذا اللي حداه دابا تقدرو ديوه
يومين ثلاثة عارفة غادي يسترجع القوة ديالو كاملة. داكشي اللي وقع بقينا معاه حتى كلام مزيان تما دك لي شي براوات وخرجنا من تمايا. صوفيا كانت غادي تطير بالفرحة، غدا صايقو مرة مرة كتشوف فكيم. رجعنا للفيلا وكلشي كانوا مصدومين كيفاش كيم رجع مزيان. البلان اللي معجب حتى واحد هو انه كيم ما كان كيسمع حتى شي واحد، واخا كيعيطو ليه كيحاولو يلعبو معاه كان ما كيمشي عندهم كاع. حتى قلت لهم انا بلي الفا راه كان في الماضي وهذا اللي قدامكم دابا راه كيم. اللحظة اللي عيطات عليه صوفيا كيم هو يمشي عندها. داز لومبيون زوين بزاف صراحة داك النهار، اللي عجبني كيفاش التعامل ديالهم مع بعضياتهم. كانت عائلة نقية صراحة، مخسرين غير خو صوفيا داصرين وكيبانو مكاريب مكيعرفو لا صواب الاداب. بداو كيضحكو مع كيم بواحد الضحك باسل، كيجرو من الديل ديالو من ودنيه وكيحاولو يضربوه ويبعدو. لحظة اللي كيم تعصب بزاف داك ينبح عليهم، والنبحة ديال كيم كتزعزع بنادم كان غادي يعض واحد فيهم. ناض ديك لحظه تعصب ديك خونو وبغى يضربو، بوجي ديك لحظه من بلاصي وشوف فيه قال لي مالك شفتك تحركتي من بلاصك بغيت تضربني ولا شنو هو. بقى ساكت ديك لحظه وجات دخلات غير صوفيا بدات كتفرقع عليه يوم هو مشى في حالاتو. كان نهار زوين صراحه، خسروا هاد البلا اللي وقع دابا شويه. ملي وصل لي داتني الخدامه وراتني فين غادي نبات. كوخ صغير كان في الجردة برا فيه معطلات لي فيزا صغيرة و مع مانطا. المهم نقي الصراحة مهمني الصراحة كيف داير، المهم انا كان قريب من كيم. داز قريب من سيمانة كان كل شي زوين في ديك الفيلا. نقطة سوداء كيف ما قلت قبيلة هي خوت صوفيا، ما كيسحاوش وديما شاقين على الكارو، ديما كيجيبو عندهم البنات وشي كمامر لعفوه. من بعد شاركت مرتاح مرة مرة كنخرج انا وكيم، كنبقاو ندورو تما. تريكا ديريكت مراقبهم من بعيد غير من الفيسبوك والانستا. كندخل عند خوتي كنبقى نشوف داكشي اللي كيبارطاجيوه. كلشي مرتاح، كلشي مسافر مرة مرة فين غادي مسافرين. واللي خلاني نفرح الصراحة اكثر هو والدي مشاو للحج المرة الثانية. كنت باغي نعيط نسول فيهم ولكن ما كنش قادر نتجاوز داكشي كامل اللي داروا ليا. بقات الحياة غادا بحال هكا نورمال. من بعد 3 شهور تقريبا كنت مراقب كيم، كنتهلا فيه كندوش ليه وكنخرجو تقريبا كل نهار 3 ديال المرات. وفي العشية ديما صوفيا كتكون معانا. واحد العشية نيت كنا كندورو تما في جناب ديال ديك الفيلا، قالت لي صوفيا مازال صراحة ما نسيت وانت باغي تنسيني، ما وشيش لي القصة ديالك. بقينا غاديين وعاودت لها باختصار الاستوار ديالي وحسيت بها تأثرات وبحالها مسحت دموعها. صوفيا كانت كتعامل معايا مزيان صراحة، كتعامل معايا عكس المعاملة كنت كنتلقاها في الفيلا. مكنتش كنتسوق صراحة وبقات غادا بحال هكاك الحياة. واخا كنت عارف بلي انا في سبليون في اوروبا، الكوا اللي كيحلمو بيه الشباب اللي كيدوزو من نفس الظروف ديالي في المغرب، من نفس الظروف كنت كنعيشها. برام دالقا ما كنت مستوعب هادشي كامل، يمكن الظروف اللي دزت منها من قبل وعشتها ما كان سهلة بزاف وما كان سهل عليا نتخطاها. برام دالقا كنت كنحاول نتعايش ونزيد خطوة لقدام. الحياة في الفيلا كانت مختلفة الصراحة، وأغلبية الناس اللي ساكنين تما كانوا كيعتبروني بحالي بحال كيم. الفرق اللي بيناتنا أنا عندي كوخ كبير في تلفازة، أما كيم كان عنده عشتة صغيرة. أما صوفيا هي الوحيدة صراحة اللي كانت كتعاملني مزيان، كانت كتعاملني معاملة مختلفة. وخا صوفيا كانوا فيها شي حوايج صراحة ماشي ديالها، كانت كدير لها دروغ وكتسكارو، وأنا صراحة ما كنتش كنخفي راسي في هاد الأمور هادي، حيت الأهم عندي في هادشي كامل هو أنه أنا كنتخلص على هاد الخدمة اللي كندير. داكشي علاش ما كنتش كنتسوق، داكشي كامل اللي كدور حدايا. بحكم انا والكوان فين كنبات كان متكي على السور ديال الفيلا، فرا الماطر والطوموبيلات كانوا ديما مقفزين في الليل، يعني اي واحد كيوقف تما برا كنسمعهم بحال جالس معايا الداخل. وحكم انا وصوفيا وخوتها كيجيو ديما بالليل سكرانين، فرا كتنضر وينه تما البلباله.
كيبقى واقفين تما وكيدو مع صحابهم وصحاباتهم بالجهد والو ما كان ناس كاع. واحد الليله نيت فقت مع ديك ثلاثه ديال الصباح على صوت واحد فيهم كيغوت، يمكن كان مناقر ماشي واحد، وكان واضح بلي معصب بزاف. داكشي علاش خرج من البيت، ما بغيتش نمشي نطلع من الباب ليقول لي علاش كطلع عليا وكذا، نخلق معاه ثاني نقاش، واصلا ما عنديش معاهم. داكشي علاش درت واحد الصندوق وقفت فوق منه وبقيت كنطل من الصور من الفوق. والصدمه لقيت خو صوفيا معصب بها السلاح بين يديه وكيهدد فواحد الدري. اللحظه سمع با كيغوت من الفوق هو يقلب السيد سعود. تمتم زدت انا ورجعت للغرفه ديالي، بقيت مصدوم تما وكنقول ويلي. خطنا في لازاي ديال النغزة، حنا في المغرب باقي مضاربين مع 17 و7 النقشات، فيما الناس هنا مطلعين النيفو ديال بصح. سلاح دقة وحدة كاع. داك الوقت صراحة تزريت، كون زربت داك النهار وخليت ضاربة وكون سكت لي الحجرة. داز ديك الليلة في الصباح كيف العادة كنخرج كيمو باش يدير البوب ديالو يضحك يلعب، وحنا غادي ندير لي بوزوان ديالو. ونسيت صراحة ما زيتش بلاستيكة اللي غادي نهز فيها داكشي من طريق، ومستحيل نهزها بيديها حيت كيم مخبيستو كيحطها بحال النواوي. دارت شفت لي من اليسار ما باليتها شي واحد، وانا ندير اديب بالاداب. ما كملاش ديك اللحظة جوج ديال الدقايق وقفات علي طوموبيل ديال البوليس، وقفات حدايا هبطو الزاج، وكانت لداخل واحد بوليسية ميمكنش، عينيها كانوا بحال لون ديال البحر، والشعر ديالها كلمة بحال الذهب. اما صوتها كيفاش خرجات ديكولا من فمها بحال شي سيمفونية. بقات كدوي معايا وما قفلت والو، ولكن من كلام عرفتها كتقصد البوب ديال كيم اللي خلاها تما. داك الوقت مدات ليا بلاستيكا ورجعت على وادي وسادي وحيدت من تمايا. ما كانتش هادي اول مرة غادي نتلاقى بهاد البوليسية هادي، شاءت الصدف اننا نتلاقاو من جديد واحد الجردة. جردة كبيرة كيجيو لها الناس كيرتاحو تما وكيجيو معاهم الكلاب ديالهم. تاني مرة تلاقيت معاها كانت سيفيل ضربة واحد السورفيت ترى ميمكنش. بقات كتلعب مع كيم وعجبها بزاف. ملي عرفاتني مغربي زادت تقربات ليا كتار وكتار. كنت كنتواصل معاها بواحد لونجلي ديال الله يحسن العوان، ولكن صراحة كنت كنسلك بها راسي. ختنا كانت اوبن مايند وغير كضحك وكثر من هادشي قبل ما تمشي عنقاتني. مشات ختنا في الله وبقيت واقف وكنقول مع راسي اواه، واش هاد البنات هنا ترى الدرجة ساهلين بوليسية كاع، وانا ميكروبا في المغرب دافع عليا كبير وفرات فيها. البوليسية صراحة كان زوينة بزاف، كان صعيب علي نقاوم الجمال ديالها. من بعد وليت بالعاني كنمشي لديك الجردة كل نهار غير باش نتلاقى بها، وكل ما كنا كنتلاقاو كل ما الهضرة بيناتنا كانت كتزيد طوال. عاد عرفت ختنا في الله علاش ارتحت ليا بزاف وتقربات مني، حيت ديجا كيعجبها المغرب وكتمشي لطنجة كل عام. بقات ليا مغادا بحال هكا. واحد العشية كنت في الكوخ ديالي جات عندي صوفيا وقالت لي راك ما كتضيعش في وقتها، قالوا لي بلي راك تعرف شي وحدة هنايا. المهم غير بغيت نقول لك بلي انت راك جيتي هنا باش تقابل كيم، تشوف مالو وتشوف شنو خاصو. كنتمنى هادشي ما ياثرش على الخدمه ديالك، وما ندمش حيت انا جبتك من المغرب. قلت لها لا كوني هانيه. مشات خطنا في الله بقيت كنقول مع راسي ويلي كما كتغير ولا شنو هادشي. بقات ليام غدا نورمال، كل نهار كيدوز. من بعد دازت تقريبا 9 شهور وانا في الغربه. حسيت براسي الصراحه ارتحيت نفسيا، ارتحيت من الزنقه من الوسخ من قلة الماكلة، وحتى في الفيلا برغم المشاكل كنت مرتاح حيت كلشي كان عاطيني اتقار. هادشي اللي كنت كنظن حتى لواحد العشية. صوفيا كان ديما كيوصل لواحد خونا ميكروب كتبقى دير مع لي بيتيس قدام باب ديال الفيلا. ديك العشية كانوا مخاصمين مع بعضياتهم لدرجة جا عندها شي ثلاثة ديال المرات كدق في الفيلا وكيعاود يرجع للطوموبيل ديالو، كما كتخرج عندو كاع. المرة الرابعة خرجات عندو وبقات كتناقش وياه. في الأول كانوا كيغوتو نورمال كيتناقشو، من بعد الغوات ديال مونا كاسر الدنيا. صوفيا بحال كانت باغا تسالي العلاقة ديالها بيه،
ويمكن غير كان دافع كبير. وخونا فلاك رافض الفكرة تماما، من نقاش صغير ولاو كيتغاوشو بيناتهم. كيم كان ناعس مع كو هو يقلش ودنه، وحيت هو ذكي بزاف حس بشي حاجة ماشي هي هاديك، دار ديك اللحظة واحد الصوتة ومشى كيجري. وانا عارفه ملي كيدير هاد الصوت هذا واخا نغوت عليه 100,000 مره ما غاديش يسمع ليا. مشى كيجري قاصد الباب ديال الفيلا، وقف تما وبقى هاز ودني وكيشوف. فونا فلا كيتغاوت هو وصوفيا، تبعتو ديك اللحظه وبقى واقف قدام الباب وكيدير واحد الصوت، وصوفيا كتمنوضه مع خونا فلا. داك الميكروب شافني واقف هو كما تسرطات ليه كاع، هو يصرفق صوفيا تمتم كيم ويجعر ومشى كيجري قاصدو. بدا كينبح ليه بواحد الطريقه خايبه بزاف. خونا فلا شافو بحال شاف ملك الموت، بقى كينقص غير بوحدو وخايف. طلع فوق الكابو ديال الطوموبيل ونقز من الباب ويسد الباب ديال الطوموبيل. داك الوقت شديت انا كيم، تحكمت في ديك اللحظه وكالميتو وهي تفرقع عليا صوفيا. علاش طلقتي؟ علاش؟ واش تمريض ولا مالك؟ قبل ما نجاوب هذيك اللحظه نزل خونا فلا من الطوموبيل، وكان واضح باللي معصب ديالو بصح، وكان هاز السلاح وكان محمر في كيم باغي يقتلو. صوفيا شافتو هاز السلاح ويتلاح عليه، وبرغم ذلك دفع هو يشير بالقرطاس. من حصل حد انه كيم ديفيا لها، اما القرطاسه كانت غادي تجي في الراس نيشان. كنت مرفوع ديك اللحظه اول مره غادي نسمع صوت القرطاس، قلبي كيضرب بالجد والادرينالين زاد. وعاد زيد بقى فيا كيم بلا ما نشعر ديك اللحظه، مع درت مع خونا الله خشيت لي كروشي تلاح هو وياها، طاح في الارض ديك اللحظه وبقيت واقف كنهش. خونا فلا طاح لي السلاح من يدي، ناض داك الوقت وبغى السلاح ويتلاح عليها كيم، وطير لي السلاح من يدي بقى عضو بفمو ويجيبو ليا. خديت السلاح ديك اللحظه وقررت مهدا خونا فلا، قلت اسمع كيم خط احمر، تفكرت ادين نحيك من الدنيا. لحس السلاح ديك اللحظه بعيد وقلت صوفيا ترجمي لي هادشي. خونا فلا بقى كيغوت ومعصب، وصوفيا كتكالمي فيه. في الاخير هز الطوموبيل ديالو وزاد. دخلت صوفيا وعنقات كيم وبقات كتبكي معاه، وقالت لي انا عارف المكانه ديال كيم في قلبك، وراني قلتها ليه باش تفهم رد الفعل ديالك. قلت لي بلي الكلب كيعني لك بزاف ديال الحوايج وهو كلشي في حياتك. قلت له ولا زعما كتشرحي لي هاد الامور هادي؟ تما لو كيخلع. قلت لي راك مازال ما عارف والو، جوناثان هو الحفيد ديال رئيس المافيا، قبيح بزاف وداصر واي حاجه كيبغيها كيديرها، وما كيخاف من حتى شي واحد. عافاك كريم، ما تبقاش تخشي راسك في هاد المشاكل. قلت له كيم ماشي مشكل، كيم هو حياتي واللي بغي اديه راه كيفما قلت لك غادي نحيه من الدنيا. داز داك النهار وفي العشيه خرج انا وكيم غادي صراحه ومزري، وخا كنبين العكس ماشي على راسي ولكن على كيم. وانا راجع لقيت طوموبيل كحله قدامي كان جاي بشوية، وديك الساعة ما كانش عندي فرصة في نرجع باللور ولا نهرب. كنت عارف بلي غادي يكونوا قاصدين انايا. ديك اللحظة قلبي كان كيضرب بالجهد، الخوف كان كبير بزاف. اللحظة اللي قربوا لي وكنت كنستنى رد الفعل ديالهم بزاف، ضربوا دوميشور وتمو غادي في حالاتهم. بقيت واقف مصدوم، ويلي كيفاش البلان؟ ما كملاش 10 ديال الثواني وقفت الطوموبيل ديال البوليس ورايا. عاد فهمت ديك اللحظه علاش ضربوا الدوميتور، كان ديك البوليسيه قالت لي طلع. بقيت كنشوف ديك اللحظه في كيم وقالت لي طلع انت وياه. ركبنا معاه في الطوموبيل وبقات غاده بينا حتى قربتني من الفيلا. قبل ما نزل قالت لي مالك بقيتي غير ساكت؟ قلت الصراحه كنخاف نقول شي حاجه مشيت ليه وانت بوليسيه، داكشي علاش كرتاح اكثر من اللي كتكوني سيفيل وفي الجردة. بقات كضحك وقالت لي لا بحال بحال ما ديرش بالك. رجعت ديك لحظه للفيلا وبقيت مبرصط كيفاش غادي نكمل حياتي نورمال وانا خلقت العداوه مع حفيد ديال المافيا، اشد المشاكل هادو تابعيني في حياتي. وبين خونا فلا ما غاديش يحيدني من بالو، الضربه اللي عطيته قدام صوفيا مستحيل غادي يدوزها بجغيمه ديال الماء. في الليل قامت داتني الناس كاع، بقى
قد قاس في الجردة وكرفكار في البلان اللي وقع. صوفيا جات معطلة تم الداخلة وشافتني من بعيد وقربت من هدايا. قالت يا كريم راني دويش مع جوناتان وراه نسى داكشي كامل اللي وقع وعفاك تنتا حاول نسى داكشي وعفاك مرة أخرى ما تخليش كيم يخرج من الفيلا. قلت لها سمعي كيم راه مدريسي مزيان ولكن ملي كيحس بلي شي واحد نفسه خايبة خبيت من الداخل راه نورمال كيدير هكاك. المهم أنا قلت لك هكا باش تردي البال. بقات كتشوف هي شوفة غريبة بزاف. شوية دخلت عندي الغرفة ديالي بقيت كنقول تادي مالها الليلة هذا. دخلت جلست لداخل وهي جبد لها دروك سطرات ثلاثة ديال السطور شمات جوج وما قدراتش على الثالث. بقيت كنشوف فيهم مستغرب بدات كتضحك وقالت لي هاد السطر خليتو ليك جرب. قلت لها لا 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 غاب صحة. خرجت من تما ودرت يدي في داك السطر ديال الغبرة اللي كان بقى فوق الطاولة وبقيت كنشم فيه. بقيت كنقول مع راسي زعما راني جربت جميع التبويقات زعما تكون شي بلان في هاد الكوكايين هذا. أعود ولا مشيت الراجيم. خرجت ديك اللحظة من تما مشيت جبت الكروكيت الكيم حطيتو ليه وخرجتو من العشة ديالو ديتو قدام ماكلة غير شافة وبدا كينبح بواحد الطريقة خايبة بزاف ما فهمت والو. كيشوف في الماكلة وكينبح بقوة. داك الوقت حيت لي داك الطبسيل فين حاط الماكلة ديت على حتى فطار وتزبل وعطيتو واحد الباطي. عاد ديك اللحظة بدا كياكل بقيت كنشوف فيه وكنفكر هاد البلان هذا مالو. داز ديك الليلة من بعد 15 يوم كيف ما قالت لي يا كارلا صراحة ما بقاش خونا في الله كيبان وما بقيتش كنلقى مشاكل وحتى مالين طوموبيل الكحلة ما بقاوش بانو. داك الوقت بديت كنعيش حياتي نورمال. كارلا البوليسية كنت ديما كنتلاقى انا وياها تقريبا كل نهار سواء في الدار ولا في الجردة. المهم فيما مشيت كنلقاه وصراحة كان عاجبني الحال. وليت كنستمتع بالغربة بسبابها كنبغي غير نخرج معاها نكون حداها حتى انا غادي ومعايا تيتيسا كلشي كنهز فيها. واحد الشيء كنت راجع للفيلا وكيم كنطارقو حيت مكنتش باعلا مشاش لهاد التلعبة وحتى الكلاب كاع مكيعطاكيهم كاع من غير المجاحم ديال كازا مكانش كيحملهم. وحنا غادي نوقف قدام واحد الطوموبيل وبقى كينبح بواحد الطريقة خايبة بزاف تماما كيف ما كان كيربح قدام داك التبصيل ديال الكروكيت. قرب ديك العظم حدا وانا كنجر فيه ولكن والو ما بغاش. داك الوقت تم جاي من الطوموبيل ملي قرب لا تصدمت ملي لقيتو الميكروب صاحب صوفيا بقى كيشوف فيه وكيبتسم حال الطوموبيل ويركب لداخل. داك الوقت هزيت كيمو وتحكمت فيه وتميت غادي بيه بالقوة قبل ما نفوت الزنقة اللي كانت في هاديك الطوموبيل ديال خونا في الله. تمو جايين البوليس من القدام بسرعة كبيرة بزاف تجنب ديك الأعضاء الحيط ودازو من حدايا بسرعة كبيرة. ما كملاش قبا 20 ثانية وما يوقفوا. الصوت ديال لاسيغين ديال البوليس كانت قريبة بزاف داكشي علاش قلت مع راسي غادي يكون شي بلان غير هنايا. رجعت ديك اللحظة نطلع نشوف شنو كاين ولقيتهم مدورين داك الميكروب النيت اللي كان في الطوموبيل صاحب صوفيا. كانوا موقفين ودايرين لي المينوط وكيقلبوا في الطوموبيل. بقيت كنشوف من بعيد ومشيت كملت طريقي. قدام باب ديال الفيلا تلاقيت مع صوفيا بقات كتلعب مع كيم وفرحانة به وقلت لها عشيرك فين كان. قالت لي كان معايا في الفيلا. قلت لها ايوا راه وقفوا لي البوليس. قالت لي شنو. قلت لها كيف ما كتسمعي موقفين البوليس دايرين لي المينوط. ما تمشي ديك الهضره واش ديتها من يديها. بقيت كنشوف فيها وقلت لها مسحيني فيك من الهضروك ومن الاحسن ما تمشيش. دخلت للداخل وبقيت حاير تفكرت كيم اللي حطيت لي الماكله وبدا كينبح بديك الطريقه نفس الطريقه اللي كان كينبح بها دابا شويه قدام الطوموبيل. الشيء اللي كيفسر النبحه اللي كان كينبح ديك اللحظه قدام التبصيل ديال الكروكيت هو انه يمكن يدي كانت عامره بالهضروك الهضروك اللي خلاته صوفيا فوق الطابله. شنو زعما يكون داك الميكروب هزا دروك في الطوموبيل. داكشي علاش عاوتاني بقى كينبح كيم بديك الطريقة. في الليل كان صوفيا جالسة بوحدها متوترة قرب ديك اللحظة محداها وقالت لي بلي جوناتان شدو البوليس وبلي خداو معاه كمية كبيرة ديال دروك في الطوموبيل. قلت لها صوفيا
كيم بقى كينبح قدام طوموبيل ديال عشيرك. شنو العلاقة ديال كيم بلادروك؟ قلت لي صراحة ما عرفتش، ولكن بقى عقلا ملي كان باقي صغير عنده دوم تقريبا، بابا كان حط واحد ميكا ديال لادروك صغيرة في البيرو ديالو. كيم خشى راسو تما وحلات لي الميكا، وبقى كيجري وهربان وخايف من ديك الميكا، وفي نفس الوقت كيستنشق داكشي، وحتى قلنا صافي غادي يموت ولكن قدر الله انه يعيش. يمكن داكشي علاش ما كيحملش الريحة ديالو. وفعلا تفكرت دابا ملي كنت كنجنب ندروكي قدامه، وقت ما كندير لها دروكي بقى ينبح بالجهد حتى كنعود مولين الدار. سمعت هكا وتزريت ديال بصح، قلت لها صوفيا خونا فلا راه شاف كيم كينبح قدام طوموبيل. مباشر من بعد ذلك وقفوا البوليس، غادي يكون عارف بلي بسببه تفرش، وهكذا غادي يفكر يأديه صوفيا. إلا كيم نقدر نوض على قبله، حرب كبيرة بزاف. قالت لي لا ما تخافش، حتى انت المافيا راه شاريين النص في البوليس، يقدروا يخرجوه منا. وخا هادشي كامل قالت صوفيا بالي ما هنانيش، وبقيت حائر. من بعد 5 أيام ردة الفعل ديال صوفيا عرفت بلي خونا في الله مازال مشدود، والحاجة اللي أكدت لي داكشي اللي كدور لي في راسي هو با. سمعت وقت فرق عليها بالليل قال لها صوفيا الكلب خاصو يحيد من هنايا، راه حنا كاملين كنلعبو في الخطر. صوفيا كتبكي وكتقول لي لا بابا عافاك، راه ما قدرتش نعيش بلا بيه. وهو كيسب وكيعاير وكينوض روينه. كنت عارف بلي تقدر توقع شي كارثه، داكشي علاش جبت الموضوع مع البوليسيه. واللي قالت لي ما تخافش، ديك العائله راها تحت المراقبه مده طويله، هذه هي والناس اللي كيجيو عندهم. بقيت كنشوف فيها باستغراب، قلت لها واش هادشي كيف السر علاش ديما كنلقى قدامي فيما مشيت. قالت لي الصراحه ولكن برغم ذلك راك عزيت عليا بزاف، ونهار كنت كنتلاقاك سيفيل راه كنت كنكون معك كارلا ماشي البوليسيه، داك الكلب ذكي بزاف وبسببه قدرنا نشدو اول خيط في هاد القضيه هادي، وعاوننا اننا نشدو اول طلبي من لادروك. الا كانت شي حاجه جديده عافاك عرفتها قولها ليا، وما تنساش راني مراقبك محافظ على المصلحه ديالك انك ما تأهداش. بقيت ساكت ديك اللحظه وعرفت راسي طلعت كامبو. ختنا كانت كتقرب مني بالعاني باش تقضي المصالح ديالها. رجعت الفيلا وانا حاقد ديال بصح، كنت كنقول صافي راه طبرت على دريتي تيزا هنايا، انا عايش لافيدا لوكا في الاخر بيض قاطني بتلعبت. من بعد يومين واحد العشيه نزلت صوفيا وكانت معصبه ديال بصح، مشات هزات كيم وقالت لي غادي نخرج نضرب بيض ويره. قلت لها ولكن راه انت عارفه صوفيا المشاكل اللي كاينه دابا. قالت لي شنو؟ واش غتورثني فيه ولا شنو؟ شتك بحال وليتي باغا تحكم فيا، باغا تورثني في كلبي وباغا دير لي كلشي. يكفي الخير اللي درت معاك غير باش تكون قريب منه، واش باغا تملكني فيه؟ قلت لها صوفيا تهدني ما قلت لك والو، انا كنت غير دي البال وصافي. مشات خرجت ديك اللحظه صوفيا من الفيلا، بقات جالسه وكنترعد وكنتوقع الاسوء، جالس على الاعصاب ديالي. ما كملاش 3 دقائق سمعت الغوات ديال صوفيا، خرجت كنجري ديك اللحظه وقلبي كيضرب بالجهد. خرجت بسرعه كبيره بزاف، وقت اللي سمعت القرطاسة عاوتاني صافي برد لي الماء في ركابي. القدام من بعيد بالي كيم تكي في الارض وكيتركل. صافي كان غادي يسكت لي القلب ديك اللحظه، بقيت كنغوت بالجهد والدموع نازلين. وخوتنا في الله كانوا باقي مطايفين مع صوفيا، صوفيا اللي كانت كدير كل ما في جهدها باش تحمي كيم، والمشكل خوتنا في الله مازالين بعاد عليها. بقيت غادي كنجري والدموع نازلين. اللحظه اللي خوتنا في الله دفعوا صوفيا ثم غادي قاصدين كيم، لحظة وقفوا معاه فاصة فاصة باش يقتلوها، يلا بغاو يتيريو فيه. ويتلحى صوفيا فوق كيم، طاكات عليه مسكينة وجا فيها القرطاس. ذاك الوقت كنت قريب منه، هزيت واحد الحجرة بقيت كنشير عليهم باش يتلهاو بيها. شافوني خوتنا في الله وتمو جايين قاصديني، جايين قاصدين وهازين سلاح وبداو كيتيريو فيه. تخزنت ديك اللحظة بصعوبة مراه الطوموبيل،
وخوتنا في الله كيقربوا ليا. صافي نقدر نقول لكم باللي القلب كان غادي يسكت. تحركت فيا غريزه بقاء وبديت كنقول صافي غادي نموت، هادي الاخر ليا. الوقت اللي كنت فاقد الامل وقفت الطوموبيل الفرنسيك، كانت البوليسيه حلت الباب بقات كتغوت. طلع كريم، طلع. طلعت الطوموبيل وكسرت بالجد على خوتنا في الله، جاب الله نقزوا للجهه الاخرى، اما كانت غادي تكاسيهم. لحظه مشاو هزوا الطوموبيل ديالهم، تبعتهم ديك اللحظه كارلا بسرعه كبيره بزاف، ما كملتش 5 مترو، واحد الطوموبيل كان ديجا مبلاصيه، كانوا فيها مقارب من دوك العصابه اللي كانوا ناويين يقتلوا كيم. شافوا كارلا مكسيريه بجد وما يخرجوا ليها، ضربوا ديك اللحظه الطوموبيل اللي كنا فيها. كارلا فقدت التحكم في الطوموبيل وخشاتها في واحد الحيط. هادشي كامل وقع في 5 ثواني. زيد ديك الهضره راسي لقيتها كارلا كل دمايات، وكنسمع خوتنا في الله كيقربوا من الباب ديال الطوموبيل. كارلا ديك الهضره هزات راسها وجبدت السلاح بغات تهزو، لكن كانت لاقيه صعوبه كبيره. خطفت ولا ديك الهضره من يديها وبقيت متكي ورا الباب ديال الطوموبيل. حليت ديك الهضره البواني بشويه، خوتنا في الله ملي قربوا بزاف من الطوموبيل واحد فيهم خشى راسو وبقى كيتشيكي. داك الوقت دفعت الباب بقوه، طاح خونا في الله الارض وحليت الباب قبل ما يعاود يجمع الوقفه. بديت كنتيري بطريقه عشوائيه، من حصل الحد جبت لي قرطاس سافرت ليه، كنت غير كنضرب بطريقه عشوائيه. خونا اللي معاه شاف هاد البلان هذا ومشى علق في حالاتو. مشيت ديك لحظه خرجت كارلا من الطوموبيل، حيت بالي الدخان خارج من الكابو. جريتها بعدتها من تمايا والحمد لله ما كان واقع عليها والو غير مجروحه في راسها. تمتم مشيت كنجري في اتجاه صوفيا وكيم. صوفيا اللي كانت شبعانه موش، جريتها ولقيت كيم تحت منها كيدير واحد الصوت خايف. عنقتو ديك اللحظه وقلت لي ما تخافش انا معاك، ما غادي يوقع ليك والو. بقيت معنق كيم وكنشوف صوفيا، برغم ذلك كانت معايا مسكينه مزيان، تعاملت معايا مزيان وجابتني هنا وقرباتني من كيم، وهي الوحيده اللي كانت كتعامل معايا مزيان في الفيلا. كم سهل هادشي كاع. ما كملاش ربع ساعه جاو البوليس لومبيلونس البلباله ناضت تمايا. مشات للسبيطار وداو لي الجراح اللي كانوا فيه. كيم جات قرطاسه في رجليه والحمد لله كان مقاس لي العظم ديالو. كارلا ترسات من يديها وكان عندها واحد الشق خفيف في نيفه. ملي ولات شويه لاباس مشيت دخلت عندها، قلت لها شكرا بزاف حيت جيتي في الوقت المناسب، الوقت اللي كنت فاقد الامل انني غادي نعيش. قالت لي حتى انت شكرا بزاف، كل ما كنتيش كون راني دابا ميتة، راني شفت كلشي وكيفاش هزيتي السلاح. المهم واخا راك زرق فيا ولكن قضيتي الغلط. قلت لها كارلا اسمعي، انت عارفه القصه ديالي مزيان وعارفه بلي كيم كان ليا كلشي في حياتي، وانا راه مايمكنش نغامر بيه مسكين، هو مالي والو في هادشي كامل. انا عارف بلي هادشي كيشكل خطوره عليه، برغم ذلك ما بعدتو من هادشي، ما عادش نقدر نصبر الا وقعت لي شي حاجه، خاصني نغبر من هنايا. بس صوفيا وديك المافيا غادي يكونوا حاقدين على كيم حيت بسبب وقع هادشي كامل. قالت لي بصح، ولكن فين غادي تمشي؟ قلت لها صراحه ما عرفتش. قالت لي اسمع، قيد هاد النمره واتصل بها، هادي راه صاحبتي، غادي ديك واحد البارطمان ديالي وراها غير مسدوده في برشلونه، ما عندك ما تبقى دير هنايا، وحتى انا الصراحه خاصني نطمئن عليك. بقيت كنشوف فيها و قلت لها شنو زعما انت هادشي داخل في لافير ولونكيت ديال البوليس؟ قالت لي براسها لا. قلت لها شكرا بزاف حيت فهمتي هادشي. عنقت هاديك اللحظه بالجهد، خرجت من تما وبقيت كنستنى من بعد يومين بما قال لي الطبيب البيطري غادي يكون كيم قادر انه يخرج. وفعلا خرجت كيم من تما وعيطت لديك البنت اللي عطاتني النمره ديالها كارلا. جات عندي مسكينه قدام باب السبيطار، هزاتني بالطوموبيل وضربات بيا مسافه طويله بزاف حتى لبرشلونه، تقريبا 600 كيلومتر. وصلنا في العشيه قدام واحد ريزيدونس دخلنا وكنت الكاو ديال بصح. دخلنا لواحد البارطمان كان زوينه بزاف من الداخل، مفرشة فيها واحد ريحة زوينة. ديك البنت ارتاحت شوية وقالت لي
انا غادي خصني نرجع دابا. حتى صافي واخا براحتك. مشات خطنا في الله وبقيت كندور في البارطمان كانت فيها اللمسه ديال كارلا. حسيت براسي بحال داخل في العالم ديالها. داك الوقت صونا التليفون الفيكس في لابارطومون. جاوب ديك الهضره لقيتها هي كارلا. قالت اسمع تصرف وكأنك في الدار ديالك، ما تحشم انت شي حاجه، كل اللي بغيتي دير اللي بغيتي، غير وما تدخلش البنات تمايا راني ندير الكاميرا. بقيت كنضحك. دوز تقريبا تم سيمانه. نهار التامن سمعت الدقان في الباب، قلبي تهز من بلاصتو الصراحه وتزريت. ولكن ما ردت الفعل ديال كيم عرفت بلي هذا اللي كيدوق دابا ما كيشكل عليا حتى شي خطوره. ولكن شكون غادي يكون؟ برشلونه. ما كنعرف حتى شي واحد هنايا. مشيت حليت الباب ديك اللحظه والصدمه لقيتها كارلا. دارت لي مفاجاه، عطاوها كون شي شهرين بين ما شافات. عنقاتني بالجاد وكانت فرحانه بزاف. عشت انا وكارلا في دار وحده تحت سقف واحد، وزدنا تقربنا من بعضياتنا. ما كان صعيب علينا نعترفوا بالاعجاب ديالنا وبالحب ديالنا. كنا كنطيبوا بجوج، كنتفرجوا في الافلام، كنخرجوا نتبحروا. 20 يوم داز عشتها من اجمل ايام حياتي. ما كانش نهائيا باغي تسالي. ما كملاش شهر الحب بيناتنا بدا كيتشاير. فكره تكون مع بوليسية صراحه فشكال. كنقول مع راسي شنهار غادي نغلط معاه غادي يديني الحبس. كارلا كانت شخصيه ديالها زوينه بزاف، واللي كان كيعجبني فيها اكثر انها عمرها شافتني بنظره نقص. ديما كتعاملني بواحد القيمه كبيره بزاف وكتعطيني قيمه. من بعد شهرين جا الوقت اللي كارلا خاصها ترجع للخدمه ديالها، وهنا لقات راسها حايره لدرجه بدات كتبكي مسكينه حتى غادي تمشي وتخليني بوحدي هنايا. ولكن هي كانت عارفه بلي هذا هو الحل، حيت كارلا في البوليس و داك السوجي مازال متسد، وهي عارفه بلي المافيا مازال كيقلبوا على الكلب وكيقلبوا على مولاه. بقيت عايش بحال هكاك. من بعد تقريبا 3 شهور جات كارلا لبرشلونه، وماشي بوحدها، كان مع واحد السيد كبير في الامن تما في مدريد. بقى كيدوي معايا في بزاف ديال المواضيع. في الاخير فتح معايا الموضوع ديال المافيا والكوكايين والدروغ. قليسما حنا مازالين خدامين نورمال، ولكن غير هو لاقين صعوبه كبيره كيفاش نلقاو ونحلوا اللغز ديال ديك المافيا. كيفاش كيدوزوا الممنوعات ولا دروك، كيفاش كيخزنوا داك الشيء وكيفاش كيدوزوا. ادك الكلاب ديالنا كيفشلوا في انهم يعطيونا معطيات دقيقه بزاف، اغلب المعطيات ديالهم كتكون مصححاش. كارلا عودت لي داك الشيء اللي وقع مع الكلب ديالك، وكيفاش قدر انه يتعرف على الكوكايين في الطوموبيل ديال داك العضو من المافيا، برغم انه الكوكايين كان مسدود في هاد العلبه خصيصا باش ما يشموش الكلاب وما يتعرفوش عليه. هادشي يمكن كيميز الكلب ديالك على باقي الكلاب. داكشي علاش بغينا منك الموافقه انه يولي معنا في البوليس، وغادي يستافد من جميع الحقوق ديالو. وهادشي بطبيعه الحال غادي يكون عنده خلاصو، وعاد زيد هو مع البوليس غادي يكون دائما تحت الحمايه ديالنا، وحتى واحد ما غادي يقدر يتجرا يقرب ليه. كنتي صراحه ما كرهتش، ولكن راه كيم متعلق بيه بزاف، وحتى واحد ما غادي يقدر يتحكم فيه الا انا. قسكت الراجل وقال لي يا اذا حتى انت تخدم معنا، تخدم ميترشيان. قالت لي كارلا بلي انت غير جالس وبلي باغي تخدم، ولا ياك ما ولفتي تشوميرا. بقيت كنبتسم ديك اللحظه وكارلا كتغمزني من بعيد. عرفت هذيك اللحظه هي مولات الفعل عبد الحرام. قلت ليه صافي واخا. قال لي وانتوما احضن الشرطه وتحت الحمايه ديالهم، حتى واحد ما غادي يقدر يقرب جهتكم، هادشي اللي غادي نضمن ليك. داكشي اللي وقع، وافقت على البلان هذا. سنيت التزام وتصريح وما كامله السيمانه رجعت لمدريد وبديت معاهم الخدمه. كنت انا في واحد ليكيب خاص بالكلاب، كيدريسيو الكلاب وكيعلموهم، وكل واحد كان عنده الكلب ديالو. ما كنتش كنعتبر راسي من البوليس، واصلا ما كنتش بوليسي، غير هو كانوا عندي بزاف ديال ليزافونتاج. القضيه اللي كانت شاغله البال ديال البوليس هي لاتروك، وكانوا محمرين فيها بزاف وعطينا وقت. داكشي علاش من بين بزاف ديال البوليس هذا الموضوع كنت كنخدم فيه انا وكارلا. كل نهار كنبقاو نمشطو الطوموبيلات، وكانت هي ديال الخطه ديالي
من بعد سيمانه كيم بدا كينبح في الطوموبيل. ولكن هذه المره عكس المره اللي فاتت، درنا جي بي اس في ديك الطوموبيل وبقينا بحال هكا. كان مشطوز ناقي الطوموبيلات، واي طوموبيل كينبح فيها كنديروا لها جي بي اس. من بعد تقريبا شهرين وحنا كنجمعوا في المعطيات، لقينا بلي اغلب الطوموبيلات كانوا كيقصدوا كوان واحد. دارت كارلا اجتماع مع المسؤولين وعطاتهم المعطيات كامله اللي جمعت. داك الوقت جمعوا المخابرات والبوليس وقصدوا داك الكوان اللي كان عباره عن مخزن كبير بزاف. فرقعوا ودخلوا لي لداخل ولقاو فيه الاطنان ديال الكوكايين والاسلحه. كاع ماين طوبيلات شدوا في الحبس واعترفوا بالشي كامل اللي وقع. بزاف ديال المسؤولين كبار في الدوله تشدوا بسبب الترويج ديال المخدرات، منهم بات صوفيا وخوتها واعضاء كبيره من ديك المافيا اللي كان في هذاك الميكرو. كان هذا نجاح كبير وبسبب كيم اللي خدا وسام في التكريم اللي داروا احتفالا بهذه المناسبه. كنت عارف بلي حنا وسط المشاكل وكنت ديما كنخاف، ولكن برغم ذلك كنت كنحس بالامان وسط البوليس. من بعد تقريبا عامين على هادشي كامل اللي وقع، وحيت ما كنتش قادر نعيش حياتي بلا كارلا، ما كنتش باغي نعيشها في الحرام، تزوجت انا وياها. وفي شهر العسل كارلا قررت انهم مشيو للمغرب. مشينا للمغرب، طنجة، مراكش، في الاخير مشينا لكازا. كنت باغي نشوف والديا، واخا كنت حاقد ديال بصح كنت هز في قلبي، ولكن كنت باغي نشوفهم. وصلت لدار صونيتا، طلع لي واحد راجل غريب. قلت لي الوالد ما كاينش. قال لي شكون؟ قشعتني واحد المرة جارتنا من بعيد وهبطات عندي. قالت لي كريم، واش انت كريم؟ قلت لها وي وي كريم. بقات كتشوف فيا وكتطلع وكتهبط فيا. قالت لي ولدي ربك جا السيسي، وراه غير كاري في حي محمدي، وخوتك راه كل واحد فين جلاتو ليام. قلت لها علاش شنو وقع زعما ياك لاباس؟ قالت لي المحل ديال باباك راه شعلات فيه العافيه ومشات تلعب بقيمه كبيره بزاف، وباباك مسكين ما بقاش قادر يخلصها. بقيت مغمض عيني وانا كنسمع بحال هكا. سولت شي ناس ديك اللحظه عطاوني العنوان الصحيح اللي ساكن فيه الوالد في الحي محمدي. مشيت ديك اللحظه الحي محمدي، وقفت قدام باب الدار دقيته، ويحل عليه الوالد كان هاز التسبيح بين يديه، بقى كيشوف فيا ومصدوم. ديك اللحظه نزلات من عينيه دمعة، ويقول له عائشة، عائشة ولدك رجع، ولدك رجع عائشة. سمعت ديك الهضره الغوات ديال الوالده من الداخل، جايه كتجري بالشحت. قال شافني ويتلاحى ليا مسكينه، بقات كتغوت وكتبكي. كنت هاز في قلبي من جهتهم، تلقيت راسي كنعنق فيهم وكنبوس وكنبكي. الوالده قالت لي عينا من قلبو عليك. دوزنا تقريبا عام ونص حنا كنقلبو عليك ولو ملقيناكش يا ولدي. وكل نهار كيدوز كيعذبنا الضمير، كل نهار كيدوز قال ما كن مسكوش انا وباباك بالبكا، وفي كل صالة لينا كنبقاو ندعيو معاك. دخلنا لداخل بقاو غير كيبكيو وكيطلبوا مني السماحة، حتى انا طلبت منهم السماحة حيت واحد الوقت كنت كنمحنهم معايا. خوتي غير سمعوني جيت كلهم جمعوا في الدار، داروا بيا ومخشين فيا ومعنقيني. فعلا الدنيا غدارة، اليوم هي معاك، غدا تقلب عليك وجاء سعدات كيف على الخير. في النهاية ربحتهم كاملين حيت قلبي كبير، قلبي بيض وما كيحقدش. وفي النهاية أنا إنسان ومزيان، وظروف كنت كنعيشها وأنا برهوش ما كانتش كتعكس أنني غادي نكون ميكروب ولا موسخ. بالعكس كنت محتاج فيها غير اللي يوقف معايا ويكون حنين معايا. دوس معاهم 10 أيام، رجعنا من بعد إسبانيا للخدمة، وبقيت على تواصل مع والديا وخوتي، وكنت كندير الواجب ديالي، كنعاونهم في كل شهر، وكنخفف عليهم الأزمة ديالهم اللي هما فيها. شكون قال؟ كريم اللي كلشي كيسميه الكدار ديال الدار، شمكار، البوهالي، موسخ، الحباس، في النهاية هو اللي غادي يهز العائلة ديالو. كانت هادي هي القصة ديالي، كنتمنى تكونوا استفدتو منها في معظم الأجيال. إلا ما كنتيش أب اليوم غادي تكون غدا. كنتمنى تعرف كيف تجيري الأمور ديالك، وحتى انتي غدا تقدري تكوني الأم، خاص تكوني قريبة من وليداتك.
وتعرفي باللي مرحلة في حياة إنسان كتكون صعيبة وهي المراهقة، وكل واحد كيفاش كتجي عنده، كل اللي كتجي عنده سهلة وكل اللي كتكون عنده صعيبة. كونوا مع ولادكم، راه داكشي اللي زرعتو اليوم غتحصدوه غدا. كانت هذه القصة ديال اليوم الخوت. طبيعة الحال كيف ما العادة ما كنبغيش نقول لكم كانت هذه نهاية القصة، ولكن راه لكل بداية نهاية، ونهاية ديال القصة وصلت. كنتمنى أن تكونوا استمتعتوا بها وفرحتوا بها ونساتكم وضحكاتكم بكاتكم عيشاتكم جو زوين. كنموت عليكم الخوت، كنحاول دائما نجدد في الأفكار، نحاول دائما نخلق مواضيع من لا شيء، وكنتمنى نكون خفيف على الأذان ديالكم، وشكرا بزاف لكم. كنموت عليكم الخوت، وديما سفيان ستوريز. كانت هذه هي نهاية القصة. إذا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. يا ربي سهل لي هذا الشيء. يا ربي آمين.